السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم النهاردة معانا في ويبينار الدكتور محمد زهران عن الكمبيوتر أركيتكتشر أو عمارة الحاسب الآلي. دكتور محمد زهران حصل على دكتوراه من جامعة ماريلاند كوليدج بارك، وهو حاليا عضو هيئة تدريس في قسم علوم الحاسب بمعهد كارنت لعلوم الرياضيات التابع لجامعة نيويورك، وما شاء الله له العديد من الاهتمامات البحثية في عدة مجالات تشمل عمارة الحاسب الآلي كمبيوتر أركيتكتشر، التفاعل بين السوفت وير والهاردوير. هو ما شاء الله سينيور ممبر، عضو دارس في جمعية اي تريبل اي وجمعية سيجما كزاي شرفية، كمان له اهتمامات بمجالات مثل الفلسفة، تاريخ العلوم وحياة العلماء. اهلا بحضرتك دكتور محمد. يا اهلا يا اهلا، ميرسي على التقديم. يا مساء الخيرات بالنسبة لكم كلكم، يعني غالبا انتوا اغلب الناس هتبقى انتوا عندكم بالليل. طيب، احنا التايتل بتاع التوك كمبيوتر اركيتكتشر ديفينيشن هيستوري اند فيوتشر. السبب اللي انا اخترت بيه عنوان في كلمه ديفينيشن، لانه للاسف كلمه كمبيوتر اركيتكتشر دي لما بقولها وانا في مصر الناس ما بتعرفش انا بعمل ايه بالظبط، يا اما بيفتكروا ان انا بشتغل في قسم العماره، يا اما بيقولوا لي طب ده يعني بتكتب برامج، فاقول لهم لا الحقيقه انا بتاع هاردوير، يقوم يقول لي طب اصل الهارد ديسك بيضيق لما الويندوز بتقوم، او يقول لي طب انا عايز اشتري لابتوب تنصحني بايه، او لو يعني عمليه تخش شويه في مناقشه علميه يقول لي يعني بقى صيانه ولا بتكتب سوفت وير. فقلت لا، يبقى احنا نبتدي بقى من الاول نقول ايه هو الكمبيوتر اركيتكتشر، وبعد ما نعرف معناه ونتفق تماما على معناه نبتدي بقى نشوف التخصص ده ابتدى ازاي لغايه لما وصل للوقت الحاضر اللي احنا فيه ده، وبعدين نشوف ايه هي المشاكل او التشالنجز التحديات اللي الفيلد ده هيلاقيها وعايز يحاول يحلها في الكام سنه اللي جايين. طيب نبتدي الاول، ايه هو الكمبيوتر اركيتكشر؟ علشان بس ايه محدش بعد كده يقول انا عايز اشتري لابتوب تنصحني بايه، او انا عايز اكتب ويب ابلكيشن فتنصحني ان انا استخدم بقى بايثون ولا جافا ولا اوبن سي ال ولا جافا سكريبت ولا الكلام ده. نعرف بس الاول ايه هو الكمبيوتر اركيتكشر. الاول خلينا نشوف الكمبيوتر اركيتكشر ده هو مش ايه. اولا ما هواش بيكتب بتاع كتابه برامج، يعني ويب ديفلوبمنت جيمز ما اعرفش ايه ده مش تبعنا، تمام؟ ده اول حاجه. ده اكشولي حتى بنبقى عاده ما بنكتبش كود كويس الا في السيستم كود، اللي هو يعني ممكن نكتب اوبريتنج سيستم ونتكلم كويس مع الناس اللي بتكتب اوبريتنج سيستم، اللي هو زي الويندوز والماك واللينكس وكده. بس خد بالك بقى لما بقول لك نكتب اوبريتنج سيستم ما بتكلمش على شويه الجرافيكس والالوان اللي انت بتشوفها على الشاشه دي، لان ده مش ده الاوبريتنج سيستم، ده برنامج حاطينه لك فوق الاوبريتنج سيستم عشان تعرف تتكلم معاه كويس. احنا ليه بنتكلم مع الاوبريتنج سيستم؟ لان الاوبريتنج سيستم هو البرنامج الوحيد اللي على الكمبيوتر بتاع سيادتك اللي هو يقدر يتكلم مع الهاردوير. اي برنامج تاني انت بتشغله اللي بياخد الاذن او يطلب من الاوبريتنج سيستم ان هو ياكسس الهاردوير ليه. يعني مفيش حاجه اسمها والله انا الويب براوزر بتاعي كروم ولا فايرفوكس ولا ايه، لو انا كتبت عليه عنوان يو ار ال فوق هيروح داخل على النت على طول، لا ده هو هيروح ينده للاوبريتنج سيستم، والاوبريتنج سيستم هياكسس الايثرنت كارد اللي عندك او كان. فمن الاخر كده احنا مش في الحته بتاعه الابلكيشن سوفت وير فوق خالص، مالناش دعوه بيه. تاني حاجه احنا مش بتوع الكترونكس، هتفتكر في الاخر ان انا قسم كهرباء. يعني مش الترانزستورات والريزستورز والكاباسيتورز، مش احنا. تالت حاجه ودي حاططها مخصوص للناس في مصر الحقيقه، ما احناش بتوع صيانه. ان الهارد ديسك بتاعك بيزيق ولا الكمبيوتر بيطلع تراب لما بتشغله ولا صوت المروحه عالي. يعني ممكن نعمل الحكايه دي، بس احنا او اي حد تاني بتوع السوفت وير ممكن يعملوا الحكايه دي، فدي مش هي دي الكمبيوتر اركيتكشر. واخيرا الكمبيوتر اركيتكشر دي مش استخدام الكمبيوتر علشان نبني مباني، يعني مش كلمه اركيتكشر دي معناها مش معناها عماره، تمام؟ طب انت لما تبص كده الحكايه دي، لا احنا بتوع كهرباء ولا احنا بتوع صيانه ولا احنا بنكتب سوفت وير، امال هنعمل ايه بالظبط؟ هنا بقى النقطه. عشان نفهم الكمبيوتر اركيتكت ده بيعمل ايه في لعبه الكمبيوتر دي كلها، وخد بالك لما بتكلم على الكمبيوتر مش عايز مخك يجي لللابتوب بتاعك بس، الكمبيوتر دي من اول الويرابل ديفايسز زي جوجل جلاس الحاجات الصغيره اللي او السمارت واتش
all the way وانت طالع لغايه السوبر كمبيوترز زي الاي بي ام بلو جين او الداتا سنترز اللي مستخدمه في جوجل وتويتر وفيسبوك، مرورا طبعا باللابتوبس والحاجات دي كلها، كل دول اسمهم كمبيوتر. تمام. المهندس المعماري بيعمل ايه؟ المهندس المعماري في بناء العمارات، الاول بيقعد مع الناس اللي عايزين يبنوا العماره، يقول له طب انت عايز العماره دي تبقى عماره سكنيه ولا تبقى عماره للبيزنس وشركات يعني وكده، ولا انت عايزها تبقى مدرسه مثلا. فبيعرف بالظبط الناس هتستخدم العماره دي في ايه، وبعد كده بيروح بقى لاوتوكاد او بيروح لاي سوفت وير او ورقه وقلم لو لسه بيستخدموا المسطره تي والحاجات اللي زي دي، ويبتدي يرسم، يقول لك والله هنا هيبقى كذا دور، الدور الاولاني اللي هتخش من الباب بتاع الشقه هتلاقيه متقسم، يعني يعمل لك التقسيمه دي كلها زي ما حضرتك شايف كده في الرسمه اللي موجوده قدامنا، ده المهندس المعماري. طيب جميل، ايه الخطوه اللي بعدها؟ الخطوه اللي بعدها ان هو هيروح واخد الرسمه دي ويروح مديها للمهندس المدني. المهندس المدني ده بيعمل ايه؟ بياخد الرسمه ويبتدي يحدد، طب انا عشان اعمل الادوار دي كلها والحيطان والكلام ده هحتاج مونه بالكميه الفلانيه، هحتاج احط حديد بالكميه الفلانيه، هحتاج وهكذا، بيبتدي بقى ايه يشوف ازاي الحاجات دي هتتعمل، وبعد كده بيديها للمقاول بقى والفواعليه عشان يبنوا الحكايه دي، وبعدين في الاخر تيجي الناس تسكن بقى، الناس يا اما الشركات يا اما الناس اللي هتسكن والكلام ده كله. واول ما الناس دي بتدخل الشقق يبتدوا يزينوا الشقق دي بقى، يحطوا بقى الانتيريور ديزاينر ويحط العفش والحاجات اللي زي دي. طب حلو قوي، ده المثال الاول، لسه لغايه دلوقتي ما قلتلكش ايه هو الكمبيوتر اركيتكت. خلينا نبص على مثال تاني. لو شركه زي شركه هوندا مثلا ولا تويوتا قالوا احنا والله بعد سنتين عايزين ننزل عربيه جديده للسوق، العربيه دي بتستهلك بنزين 20% اقل وتبقى سرعتها اسرع ب 30% من احدث عربيه عندنا هنا. ايه اول خطوه بيعملها؟ اول خطوه بيعملها مش ان هو بيروح المصنع، اول خطوه بيعملها برضه ان واحد هيروح قاعد قدام الكمبيوتر يبتدي يقول طيب والله العربيه دي هيبقى شكلها ازاي عشان تقلل مقاومه الهواء، طب هخليها جر امامي ولا خلفي ولا جر رباعي، طب انا هخلي الموتور تصميمه عامل ازاي، طب هوصل العمود الكرداد، يعني الحاجات دي كلها. بعد ما بيخلص التصميم ده يبتدي بقى يديها للمهندسين الميكانيكا اللي يبتدوا يشوف بقى، طب انا هعمل بقى الصاج بتاع العربيه من معدن شكله ايه وهكذا. وقبل ما المصمم بتاع العربيه ده بيقعد يعمل التصميم بتاعه اللي هيديه للمهندسين الميكانيكا، بيقعد يتكلم الاول مع الناس اللي هيستخدموا العربيه، هل انت عايزها عربيه لعائله مثلا، عربيه عائليه، ولا انت عايزها عربيه سباق، ولا انت عايزها عربيه للشغل فهتسافر كتير، قبل ما يعمل الحكايه دي. تمام؟ حلو، من المثالين دول كده متهيألي ابتديت انت تفكر شويه، على فكره لما بقول انت دي مش قصدي بكلم الولاد بس، يعني انت او انت يعني عايزين نتكلم ولاد وبنات واطفال كمان لو عايزين. الكمبيوتر اركيتكت بالظبط هو المهندس المعماري، وهو الراجل اللي بيقعد على الكمبيوتر عشان يشوف العربيه دي هتبقى جر امامي ولا جر خلفي ولا جر. مهندسين الكهرباء هو المهندس المدني. تمام؟ الناس اللي بيشتغلوا في المصنع اللي هيصمموا بقى الشيبس والحاجات اللي زي دي هم دول المقاول والفواعليه. الجماعه بتوع السوفت وير هم بتوع الانتيريور ديزاينر بقى، بعد كده اللي هيبتدي يزين الشقق والحاجات اللي زي دي، لان هو اللي هيستخدمها في الاخر. بتوع السوفت وير بيعمل ايه؟ بيحاول يستخدم الهاردوير اللي انا بديه له علشان يطلع حاجه مفيده للناس. هي دي. تمام؟ كده هو ده شغلانه الكمبيوتر اركيتكت، هو اللي بيحط التصميم بتاع الكمبيوتر. بعد كده مهندس الكهرباء بياخد التصميم ده يقول لك طبعا عشان اعمله بقى محتاج اجيب الالكترونكس بقى والحاجات اللي زي دي هتبقى معموله ازاي، وانا عشان الحاجات الالكترونكس دي تشتغل هتكلم مع الجماعه بتوع الفي ال اس اي تحت الفيزكس والكلام ده عشان نشوف ايه الموضوع. تمام؟ فهنا ما بين قوسين بقى، علشان الناس بتقول طب احنا في مصر الحاجات دي متقدمه علينا هنستخدمها ازاي؟ لو انت لاحظت كده شغلانه الكمبيوتر اركيتكت مش محتاجه حاجه غير ان انت تبقى قاعد قدام الكمبيوتر وتعمل التصميم بس. مش محتاجة لا مصانع ولا محتاجة، لو انت عملت تصميم كويس خده بيعه او سجله براءة اختراع او اعمل شركة عليه والناس هتستخدمه، وهنشوف الكلام ده قدام شوية في التوك دي. تمام؟ نبتدي نحط بقى تعريف علمي شوية للكمبيوتر اركيتكتشر.
وخد بالك من الكلام اللي بالاحمر ده. Computer architecture is a science، علم، an art، وفن. ليه بنقول علم وفن؟ علم لان ليه قواعد بتدرسها وفي كتب وفي كورسات ممكن تاخدها للحكايه دي. فن عشان مش اي حد هيقرا الكتب دي ويروح يعمل تصميم هيبقى التصميم بتاعه احسن واحد. العمليه محتاجه، لانه لو هو خلاص قواعد ولو مشيت وراها عمياني هتطلع حاجه كويسه، يبقى معناها ان انا ممكن اخلي الكمبيوتر يعمل الشغلانه دي مكانك. لو انا في قواعد معينه اقدر اخلي الكمبيوتر يكتب لي برنامج، يبقى احنا مش محتاجين المبرمجين اللي موجودين. فهو في جزء من الفن هنا والخبره. فهو العلم وفن ان انت تختار ايه هي المكونات بتاعت الكمبيوتر وازاي هوصلها ببعض علشان اوصل لاهداف معينه. طيب عرفنا يعني ايه علم وفن، وان انا اختار المكونات وان انا اوصلهم ببعض علشان اوصل لاهداف. ايه الاهداف دلوقتي انا بصمم الكمبيوتر ده لايه؟ ممكن اكون بصمم الكمبيوتر ده لجوجل جلاس، يبقى في هذه الحاله انا يهمني انه ما يستهلكش كهرباء كتير، لان انت بتبقى شايف انه ما يكونش تقيل. تمام، انا بصمم الحكايه دي عشان يبقى لابتوب للناس تستخدمه، يبقى في هذه الحاله لازم اخد الثمن في اعتباري. تمام، حتى لو اضطريت ان انا اقلل السرعه شويه او اخليه يستهلك يبقى تقيل شويه مثلا. لكن لو انا بصمم كمبيوتر سوبر كمبيوتر بقى، حاجه زي اي بي ام بلو جين، الحاجات اللي بنستخدمها في ان انا اشوف الجو بكره هيبقى عامل ازاي، او ان انا بستخدم بعمل سيموليشنز محاكاه للمخ او لاي حاجات فيزيكس، او ان انا بحاول الاقي دواء جديد يعالج مرض مستعصي. في هذه الحاله اهم حاجه عندي هي الدقه والسرعه، لازم النتيجه تبقى دقيقه جدا ولازم النتيجه تبقى سريعه. لان انا لو هخلي سوبر كمبيوتر يقول لي الجو هيبقى عامل ازاي بكره وهيرد عليا بعد بكره، يبقى ملهاش لازمه. تمام، لو انا بعمل حاجه هتتحكم مثلا في مفاعل نووي، او هتتحكم في اجهزه طبيه، او هتروح الفضاء زي مثلا كيريوزيتي اللي ناسا نزلتها على المريخ، فانا اهم حاجه يهمني هنا ان الكمبيوتر ده ما يبص. طيب ما ينفعش نقول ان في حاجه ما تبص، يعني تعالى نبص على كيريوزيتي مثلا. كيريوزيتي بتاعت ناسا رايحه طالعه من الارض رايحه للمريخ في منطقه ما نعرفش عنها كتير. المفروض ان دي كمبيوتر متحكم فيها، الكيريوزيتي مركبه كيريوزيتي جواها كمبيوتر هو ده اللي بيكونترول هتنزل وتمشي وهتجمع عينات ازاي وتحلل وتبعت. المفروض ان هم يبصوا هو بيعمل الحكايه دي في منطقه غير معروفه وما انتش عارف بالظبط انت ممكن تلاقي ايه هناك. فده معناه ان الكمبيوتر وانت بتصممه لازم تاخد في اعتبارك اولا ان هو يعرف ان في حاجه باظت، وان هو يا اما يصلح نفسه يا اما يبقى معاه كومبوننت تاني، يعني حاطط اتنين من نفس الحاجه، ان هو يقول طب الحته دي باظت، طب انا هستخدم الحته دي مكانها. ده تصميم ده شغل برضه الكمبيوتر اركيتكت، ان هو يقول حاجه زي دي. فايه بالظبط اللي انت عايزه؟ ايه اهدافك؟ هل انت عايز حاجه تستهلك كهرباء قليله؟ هل انت عايز حاجه سريعه؟ هل انت عايز حاجه ما بتبص؟ طبعا انت ممكن تقول طبعا عايز كل ده، جميل، بس في هذه الحاله الثمن بقى لازم تدفع. تمام، دي شغلانه الكمبيوتر اركيتكت. خلينا نبص على الرسمه دي، ولو انت مش هتطلع بحاجه من المحاضره دي غير بسلايد واحده، هي سلايد اللي قدامنا دي. خلينا نبتدي من السلايد دي، يعني هي يمكن تبان مش مفهومه دلوقتي، بس خلينا نبتدي فيها من فوق خالص على الشمال. كلمه بروبلم، انت لما بتصمم كمبيوتر انت بتبقى عايز ايه؟ انت بتبقى عايز تحل مشكله، في مشكله قدامك عايز تحلها. هتقول لي طب ما انا بلعب جيم، فين المشكله دي؟ ما الجيم ده عباره عن ايه؟ الجيم ده اصلا عربيه سباق، العربيه دي بتخبط في عربيه ثانيه، فلازم في قواعد الفيزيكس هنا، مين انهي عربيه هتتكسر اكتر، هيبقى شكل التخبيط عامل ازاي، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. ما دي مشكله ان انت تحاكي الفيزيكس او الطبيعه. فاي مشكله، اي لو انت تبص استخدامك للكمبيوتر بيبدا من ان في مشكله عايزين نحلها. طيب جميل، ايه الخطوه الاولانيه في الحكايه دي؟ الخطوه الاولانيه ان انت تبص على المشكله دي وتشوف انت نفسك كبني ادم هتحلها ازاي. لان انت لو ما بتعرفش تحل المشكله دي اكيد الكمبيوتر مش هيعرف يحلها. تقول ما هو الكمبيوتر ممكن يبقى احسن مننا في شويه حاجات، اقول لك اه ما زي لعبه الشطرنج، الكمبيوتر هيكسبك دلوقتي، بس الفكره ان انت بتعرف تلعب شطرنج. كون ان هو بعد كده بيحسب حسابات اسرع منك فهيكسبك، ده موضوع تاني، بس في الاخر انت لازم تقول له على القواعد. اه العربيه بتجري اسرع مننا، بس انا عارف في الاخر القواعد اللي بتخليها تمشي.
فانت علشان تحل المشكله لازم تبقى انت نفسك عارف ازاي المشكله دي تتحل، وهي ده المربع الثاني اللي السهم طالع من البروبلم رايح للالجوريزم ديفلوبمنت. كلمه الجوريزم سامع الاسم الخوارزمي معناها هي الخطوات اللازمه لحل هذه المشكله. بتحطها ازاي الخطوات دي؟ ممكن تحطها بشكل رسمه، تحطها بشكل معادله، تكتبها عادي كده بالانجليزي بالعربي باي لغه انت بتحبها. كلام يعني ده بيبقى موجه من بني ادم لبني ادم ثاني. طيب جميل، هل احنا ممكن نحل اي مشكله بالكمبيوتر؟ لا، في ثلاث انواع من المشاكل ما ينفعش تحلهم بالكمبيوتر. النوع الاولاني هي المشاكل اللي انت شخصيا ما بتعرفش تحلها، طالما ما بتعرفش تحلها مش هتعرف تكتب القواعد بتاعتها. النوع الثاني المشاكل اللي انت عارف بتتحل ازاي بس عمرها ما هتنتهي، عمرك ما توصل للحل. يعني مثلا لو قلت لك في الارقام كم رقم زوجي اللي هي بتقبل القسم على اثنين، انت عارف هقسم الرقم على اثنين لو الباقي صفر يبقى خلاص الرقم ده زوجي، بس في كام رقم؟ هيفضل الخطوات ماشيه الى ما لا نهايه لان عدد الارقام لا نهائيه. ده النوع الثاني. النوع الثالث هو البرنامج او المشكله اللي انت عارف ازاي هتخلص، بس عقبال ما يطلع لك النتيجه هيكون الوقت فات للنتيجه دي انها تبقى مهمه. واحنا قلنا مثال اهو من دقيقتين، لو انا كتبت الجوريزم هيقول لي الدنيا هتمطر بكره ولا لا، بس هياخد ثلاث ايام عشان يرد عليا، يعني يرد عليا بعد بكره يبقى ملوش لازمه. او لو انا في مشكله معينه والكمبيوتر هياخد 100 سنه عشان يديني الحل، يبقى ممكن الورثه بقى هم اللي يهتموا بالحلول دي. تمام، دول الثلاث انواع من المشاكل اللي الكمبيوتر ما ينفعش يحلها. النوع الثالث بس هو اللي ممكن الكمبيوتر يحله في المستقبل اذا الكمبيوتر تقدم، في حاجات كانت من 10 سنين ما ينفعش نحلها دلوقتي بينفع نحلها، انما النوعين الاولانيين ما ينفعش نحلهم خالص لا دلوقتي ولا بعدين. المهم بقى عندنا الجوريزم اللي هو المربع الثاني اهو، هنفضل ماشيين مع السهم. فالالجوريزم ده هي الخطوات لحل هذه المشكله. جميل، الخطوات دي احنا قلنا تبقى رسمه، تبقى معادله، تبقى كاتبها بالانجليزي بالعربي، بمعنى اخر الكمبيوتر مش هيفهمها. طيب عشان الكمبيوتر يفهمها لازم نحولها لايه؟ لبرنامج. ده المربع الثالث هاي ليفل لانجويج. اي لغه برمجه بقى، في لغات برمجه بالهبل يعني. احنا اول لغه برمجه ظهرت سنه 54 اللي هي الفورتران، ودلوقتي عندنا لا ما لا يعد ولا يحصى من لغات البرمجه. تمام، انا لو اديتك برنامج مكتوب بلغه معينه هتروح انت باصص عليه كده تقرا فيه شويه هتلاقي نفسك فاهم شويه او مش فاهم شويه، بس طالما عرفت تقراه يبقى الكمبيوتر مش هيعرف يقراه، الكمبيوتر ما بيفهمش انجليزي. ففي سوفت وير معمول مخصوص اسمه كومبايلر بياخد الهاي ليفل لانجويج دي ويحولها لاسمبلي. الاسمبلي دي لغه صغيره كده ومحدوده، هي الاوامر اللي بيفهمها الكمبيوتر فعلا اللي الهاردوير بيفهمها. الكمبيوتر الهاردوير اللي بيشغل لك الحاجات دي كلها ما بيفهمش اي لغه من لغات البرمجه اللي احنا بنتكلم بيها. لغات البرمجه دي معموله عشانك انت تعرف تقول اوامرك للكمبيوتر، بس بيضطروا يحطوا في النص واحد زي بالظبط المترجمين اللي بيتحطوا في الامم المتحده لما في اتنين رؤساء ما بيعرفوش لغات بعض، بيحول من لغه البرمجه بتاعتك دي للغه اللي بيفهمها الكمبيوتر اللي هي الاسمبلي لانجوج. احنا وصلنا كده للاسمبلي لانجوج، كل مجموعه من الهاردوير بتفهم لغه معينه للاسمبلي. يعني انتل واي ام دي بيفهموا حاجه، ارم اللي هو مشغل اغلب الايبادز والتابلت بيفهم لغه ثانيه، اي بي ام باور 8 او باور 7 بيفهم حاجه ثالثه، فاحنا محتاجين الكومبايلر لكل لغه ولكل هاردوير. انت انا ممكن ادي لك فايل او ملف في برنامج بتاعك بعد ما حولناه من لغه البرمجه اللي انت كاتبها بيها للاسمبلي دي. طب جميل حلو، طالما هتبص على الملف ده وعرفت تقراه يبقى لسه الكمبيوتر ما بيعرفش يقراه. ففي سوفت وير ثاني بياخد اللغه دي الاسامبلي دي ويحولها بقى للغه المكنه، الاوامر اللي يعني الطريقه اللي الكمبيوتر يقدر يفهم بيها هذه الاوامر. لغايه دلوقتي لغايه واحنا في الاسامبلي الاوامر كلها لسه بالانجليزي، اي نعم ما عادتش بقى لغات برمجه عاليه زي الجافا مثلا او اوبن جي ال او ان الاي بي ايز دي، بس ستيل مكتوبه بالانجليزي، لازم نحولها للاصفار والوحيد، الكمبيوتر ما بيفهمش غير صفر وواحد عشان بس تبقى عارف. كل السحر والماجيك اللي انت بتشوف الكمبيوتر بيعمله ده هو في الاخر اصفار واحد، هي الماشين لانجوج دي هي الاصفار والوحيد. فكده حول البرنامج بتاعك من فوق لاصفار واحد. جميل جدا، احنا كده عند الماشين لانجوج. هنا هينتهي دور السوفت وير ونبتدي ندخل في الهارد وير. المايكرو اركيتكشر، الكلمه دي
ولا مش موجوده في القاموس، لو دورت عليها مش هتلاقيها، انما هي في الاخر معناها الاركتكتشر او المعمار بتاع المايكرو بروسيسور اللي هو اهم حته في الكمبيوتر بتاعك. لما تقول انا هشتري انتل اي 7 ولا ما اعرفش ايه الكلام ده كله، ده البروسيسور، فده معمار البروسيسور ده. طب انت لو فتحت البروسيسور ده، طب ما تحاولش تفتحه لانك مش هتعرف تقفله تاني، بس يعني لو فتحناه هنبص نلاقي جواه ايه، هنلاقي جواه حاجات اسمها لوجيك جيتس او البوابات المنطقيه. ده شغل يعني واحده من الحاجات اللي انت لازم تدرسها قبل ما توصل للاركتكتشر، بس هي دمها خفيف. يعني هي في الاخر اللوجيك جيتس دي عباره عن ايه، دايره صغيره، مجموعه من الدوائر الصغيره، دايره مثلا تقول لك لو صفر مع صفر هيبقى الاوتبوت صفر، او لو صفر مع واحد يبقى الاوتبوت. يعني بيشوف، بيحاول يدمج صفر مع واحد وواحد مع صفر عشان يطلع حاجه منه. طيب لازمتهم ايه الدوائر المنطقيه دي؟ لازمتهم ان انت لما بتحطهم مع بعض بطريقه معينه ممكن تعمل دايره بتجمع رقمين، لو حطيتهم بطريقه ثانيه تعمل دايره بتقسم او بتضرب او بتطرح رقمين وهكذا. وخليني اقول لك بقى حاجه ثانيه، احنا قلنا ان الكمبيوتر ما بيفهمش غير ستار وحايد، خليني اقول لك برضو ان ايا كان صعوبه البرنامج اللي انت بتكتبه، وايا كان السحر اللي البرنامج ده بيعمله، في الاخر اي برنامج ممكن يتحول في الاخر لجمع وطرح، حتى مش محتاجين برضو اسم. السحر اللي انت بتشوفه ده كله ممكن في الاخر يبقى جمع وطرح بتاع صفار وحايد. احنا كده عند اللوجيك ليفل. طب الدوائر المنطقيه دي انا لو فتحتها هلاقي ايه جواها؟ يعني دلوقتي فتحت البروسيسور لقيت الدوائر المنطقيه، فتحت الدوائر او البوابات المنطقيه دي هلاقي جواها بقى شغل الجماعه بتوع الالكترونكس بقى، هلاقي ترانزستور، هلاقي كاباسيتور، ريزستورز، الحاجات اللي زي. طب الترانزستور ده بيشتغل ازاي؟ ده بقى هنوصل للجماعه بتوع السيمي كوندكتورز، وهم دول على طرف قسم كهرباء وقسم فيزيكس، لان الترانزستورز ده بيعتمد على خصائص فيزيائيه لمواد معينه، فده بياخدنا في الكوانتم في الاخر اللي هو المربع اللي موجود على تحت خالص على اليمين. لو انت بصيت على الرسمه دي من اول احنا عايزين نحل مشكله فوق على الشمال لغايه لما وصلت للكوانتم، هتلاقي بصراحه ان انت عديت تقريبا على خمس اقسام في الجامعه. لو احنا بصينا كده هنلاقي اول مربعين فوق ده ثيوريتيكال كمبيوتر ساينس، دول الناس بقى اللي بيقعدوا بالورقه والقلم بقى يحاولوا يلاقوا الجوريزم كويس وما اعرفش ايه والكلام ده كله. نوصل بعد كده للون الاخضر ده السوفت وير انجينيرنج، وده هتلاقيه غالبا اغلب الناس في مصر ما بيحبوش يعملوا حاجه غير انهم يكتبوا برامج عشان شايفينها ايه ان دي اسهل واسرع حاجه. الدايره الحمراء اللي في النص ده شغل الكمبيوتر اركتكتشر. تحت اللي بالاصفر على الشمال ده قسم كهرباء. وبعد كده تحت اللي بالاحمر المنقط على اليمين ده قسم فيزيكس. اهم حاجه وانت بتدرس اي حاجه مش كمبيوتر اركتكتشر بس، تعرف ازاي العلوم متوصله ببعض، وازاي كل علم ممكن يوصل للعلم التاني، لان انت في الاخر انت مش شغال لوحدك. انت ممكن تلاقي فكره ظريفه ورائعه جدا في العلم بتاعك، بس عشان الحكايه دي تتنفذ تطلع ان هي ما تنفعش، تمام؟ في حد بيكتب على الكيبورد بصوت عالي، سامعينه؟ ده مش انا على فكره. المهم ده وبيوريك ازاي الكمبيوتر اركتكتشر متوصل ببقيه العلوم. تمام، لو سيادتك عايز تكتب برنامج يبقى انت فوق عند الاخضر، خليك في الاخضر. تمام، لو عايز تشتري كمبيوتر نوع ايه مش عارف ايه، ده ممكن بقى في قسم المبيعات، ده مش موجود عندنا هنا في الرسمه. تمام، طيب خلينا نبص على الرسمه دي عشان نشوف يعني اللي احنا شفناه في الرسمه اللي فاتت دي كانت ازاي الاقسام العلميه متوصله ببعض. طيب خلينا نبص على اقتصاديات السوق. تمام، لانه في الاخر العلم مش لوحده، العلم بيعتمد على الاقتصاد. خلينا نبص على الرسمه اللي قدامنا دي فوق، الرسمه الكلمه اللي فوق هاردوير امبروفمنت. في الهاردوير ابتدى يتحسن، احنا كل سنه بنلاقي تحسن في الهاردوير. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان الجماعه بتوع السوفت وير ممكن يستغلوا بقى الهاردوير الاحسن ده علشان يعملوا سوفت وير احسن. ولو انت لاحظت يعني من 10 سنين فاتوا كنت سيادتك بتكتب البرنامج وبتفترض ان البرنامج بتاع سيادتك ده هيبقى اسرع في كل كمبيوتر جديد هينزل من غير ما تعمل اي مجهود من ناحيتك. الكلام ده على فكره خلص من سنه 2004 وهنشوف ليه بعد شويه. مهم، التحسن في الهاردوير هيخلي الجماعه المبرمجين او السوفت وير انجينير يعملوا سوفت وير احسن. طيب جميل،
هياخد السوفت وير ده، الناس هتشتريه وتبيعه والكلام ده كله. فبعد شويه الناس هتتعود على السوفت وير ده. بعد ما الناس تتعود على السوفت وير ده يقولوا لا احنا عايزين بقى تزود كذا وكذا وكذا وكذا، هيبتدوا بقى ايه يبصوا على عايزين امبروفمنت. طب علشان الامبروفمنت ده يحصل لازم يحصل تحسن في الهاردوير. لما يحصل تحسن في الهاردوير يرجع بقى جماعه بتوع السوفت وير ياخدوا التحسن ده ويحاولوا يعني يبسطوا الناس بقى بالتحسن الجديد، ونفضل بقى في الدايره دي. لو اي حاجه في الدايره دي اتقطعت الموضوع هيخسر كله، هيقف. طيب جميل كده، احنا عرفنا قسم كهرباء وسوفت وير وثيوريتيكال كمبيوتر ساينس واركتكشر وفيزيكس متوصلين ازاي. خلينا بقى نبص على، بصينا بقى الهاردوير ده متوصل ازاي باقتصاديات السوق اللي موجود دلوقتي. طيب جميل، خلينا نبص هنا على حاجه ثانيه. علشان في الرسمه اللي فاتت دي الناس لما بتسال تقول ان انا عايز بقى سوفت وير احسن، فنضطر ان احنا نحسن الهاردوير، العمليه ما بتجيش بسهوله كده. بص بتوع الكمبيوتر اركيتكت في النص اهو بيكلموا مع جماعه بتوع السوفت وير، جماعه بتوع السوفت وير بيروحوا عن لهم ويشز، يعملوا لهم انا عندي رغبه في ان انت تخلي لي، انا عايز السوفت وير بتاعي يقدر يعمل كذا وكذا 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 وكذا. يروح الاخ بتاع الكمبيوتر اركيتكتشر ده يحاول يعمل تصميم معين، وبعدين يبتدي يتكلم مع الناس اللي هم في بقيه الرسمه اللي احنا شفناها من تحت، جماعه بتوع قسم كهرباء وكده، يا اخوانا التصميم بتاعي اللي انا عملته ده ينفع يشتغل؟ هتعرفوا تصمموه؟ يعني المهندس المعماري بعد ما بيعمل تصميم لعماره هيروح للمهندس المدني يقول له الكلام اللي انا بعمله ده ينفع؟ فده الديزاين اللي هو رايح من كمبيوتر اركتكتشر للبروسيس تكنولوجي. يروح المهندس المدني او هنا في حالتنا هنا بتوع قسم كهرباء يقول له بص، ولو انت بس شلت الحته دي او عملت كذا انا ممكن اخلي لك بقيه الحاجات اللي انت عايزها تنفع. وابتدي يفضل المفاوضات رايحه ما بين الكمبيوتر اركيتكت والبروسيس تكنولوجي. البروسيس تكنولوجي هنا دي ده مربع حاطط فيه قسم كهرباء وفيزيكس مع بعض، يفضل الكلام رايح جاي لغايه لما في الاخر يتفقوا على تصميم معين. طيب التصميم ده بقى هيروح ياخده الكمبيوتر اركيتكت ويروح قايل لجماعه بتوع السوفت وير بص يا عم، اللي انت كنت عايزه مني، انت كنت عايز مني 10 حاجات، انا الحقيقه هحقق لك 7 بس، لان الثلاثه التانيين مش هينفعوا عشان كذا كذا كذا، بس السبعه دول هيشتغلوا كويس. طب يديله بيرفورمانس، السبعه دول هيشتغلوا كويس، وريستريكشن الثلاثه دول انا مش هقدر اعملهم وبس. وابتدي ينزل السوفت وير اللي الناس عايزاه. عشان كده انت لو لاحظت انه في اوقات كتير الويش ليست بتاعت الناس انا عايزك تزود لي دي في السوفت وير ومش عارف ايه، وتلاقي الشركه ما بتنزلش الحكايه دي، لان غالبا ممكن يا اما ما عندهمش وقت يا اما الجماعه بتوع الهاردوير قالوا لهم لا استنوا شويه، وتفضل العمليه ماشيه كده طول الوقت. فده معناه ان انت مهما عايز تتعمق وتدرس حاجه معينه كويس جدا لازم تبص الحاجه اللي انت بتدرسها دي ازاي بتتفاعل مع الحاجات اللي حواليها. تمام؟ طيب جميل، نبتدي بقى نبص الكمبيوتر اركيتكتشر ده اول ما طلع عمل ازاي؟ يعني ابتدى ازاي والدنيا مشيت ازاي والكلام ده لغايه لما وصلنا لليوم اللي احنا فيه ده. طيب اول حاجه العمليه كلها طلعت من رحم الماثيماتكس الرياضيات. يعني في الثلاثينات ما كانش فيه اصلا لا قسم كمبيوتر ساينس ولا قسم كمبيوتر انجينير، وكان قسم الكهرباء اصلا شغلته ان هو يعمل راديو ترانزستور، يعني الحاجات اللي هي انالوج يعني. على فكره في الثلاثينات ما كانش لسه ترانزستور، حتى مش راديو ترانزستور، ما كان فيه الفاكيوم تيوبز، ترانزستور كان سنه 54. مهم، بيبر مشهوره جدا في الثلاثينات كتبها الان تيورينج اللي واقف اللي صورته قدامكم ده، حتى عملوا عليه فيلم قريب السنه اللي فاتت امورتال جيم متهيألي. ابتدى يدرس وعمل حاجه اسمها التيورينج ماشين. التيورينج ماشين دي مش مكنه بجد، ده فكره على ورقه، انه لو في عندنا انستراكشنز معينه والانستراكشن دي ممكن نحسبها بطريقه معينه فكذا كذا. فالمهم وصل لحاجه معادله رياضيه حاجه اسمها الكمبيوتابيليتي، انه والله لا ده احنا ممكن نعمل مكنه فعلا تحسب لي حاجات انا عايزها. طيب حلو، الكلام ده كله نظري لان الان تيورينج ده ماثيماتيشن، بس علشان الفيلد كله بتاع الكمبيوتر ساينس والكمبيوتر انجينير خرج من رحم البيبر دي. ايوه في حد قال اهو ان الاسم الايميتيشن جيم مش ايموت، انا غلطت معلش. فاعلى جايزه في قسم في الفيلد بتاع الكمبيوتر سواء سوفت وير او هارد وير
اسمها التيورينج اوورد. انتوا عارفين مفيش نوبل في الكمبيوتر، بس اسمها التيورينج اوورد على اسم الراجل ده. المهم ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ اللي حصل بعد كده بقى انه ابتدت الناس، الحرب العالميه الثانيه ابتدت، فالمتفجرات بقى والصواريخ ومش عارف ايه، والناس عايزه تحسب مدار الصاروخ هيقع فين وما اعرفش ايه والكلام ده كله، فابتدوا يبنوا فعلا مكنه بجد. يعني كلام طلع بقى من الكلام النظري اللي مكنه بجد سنه 46 اهو، ده اول الكترونيك كمبيوتر اللي انتم شايفين صورته هنا. عملوا اثنين مهندسين ايكر وموكلي، هنا ما كانش لسه ترانزستور موجود، فبيستخدموا الفاكيوم تيوبز، ده اللومات كده تمام. الفاكيوم تيوبز دي عيبها انه حياتها عباره عن 8 ساعات دقيقة. بعد شويه لازم، او من 8 ل 18 ساعه، يعني بعد 18 ساعه لازم بتتحرق ولازم ترميها. 18 ساعه شغل، مش لازم 18 ساعه وخلاص تمام. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، سرعه الكمبيوتر ده كان حوالي 1800 انستراكشن. كلمه انستراكشن انت لما تبص في الاخر انت بتسمع مزيكا على الكمبيوتر، يعني مشغل برنامج بيسمعك المزيكا وبيقرا الاغنيه، بيقرا الاغنيه ويسمعها لك مزيكا. البرنامج ده عباره عن ايه؟ عباره عن اوامر انستراكشن، انت بتكتب الحاجات دي بلغه برمجه عاليه، بتتحول زي ما شفنا في كام من 5 دقائق لانستراكشن بالماشين كود. الانستراكشن ده اللي هي الاوامر، فده بيحاول بيشغل 1800 امر في الثانيه. مساحته 3000 فيت سكوير، فيت كيوب، يعني تقريبا قد نص استاد القاهره كده. طيب عظيم. وبص على الرسمه كده، هتبص تلاقي ان مفيش لا كيبورد ولا بتاع ولا حد، لان ما كانش فيه اصلا سوفت وير في الموضوع ده. يعني الكمبيوتر ده كان بيور هاردوير، مفيش سوفت وير خالص. لو عايز تغير البرنامج اللي هو بيعمله لازم ترجع توصل تاني، يعني هم كانوا بيعينوا ناس يوصلوا الكابلات دي بطريقه تانيه عشان يعمل حاجه تانيه. فانت كده محتاج حد رياضي الحقيقه، رياضي هنا جاي من الرياضه البدنيه، مش جاي من الرياضه اللي هي الماثيماتكس عشان يخلي الكمبيوتر يعمل حاجه تانيه. ده الكلام ده كان سنه 46. طيب خلينا ننط كده، هنعمل قفزات طبعا، ما ينفعش نشوف التاريخ كله. خلينا نعمل قفزه تانيه. سير موليس ويلكنز قال لك لا، طب ما كده مش هينفع بقى، لكل ما نعوز نغير البرنامج نقعد نجيب بقى الناس بقى يفكوا الكابلات ويوصلوا الكابلات ومش عارف ايه. قال لك لا، انا هستغل فكره كتبها واحد رياضي تاني، رياضي ومهندس كهرباء وفيلسوف، جون فون نويمان. قال لك ايه؟ قال لك لا، احنا بدل ما نقعد نوصل وكابلات والكلام ده، احنا هنعمل حاجه صغيره كده جوه الكمبيوتر اسمها الذاكره، ميموري، هنحط فيها الاوامر دي. فلما تعوز الكمبيوتر ده يعمل حاجه ثانيه، يحل مشكله ثانيه، غير الاوامر اللي جوه الميموري. ودي كانت بدايه السوفت وير هنا، لان الاوامر اللي انت بتحطها جوه الذاكره دي هو ده السوفت وير. بس طبعا وقتها كانت الناس لسه بتكتب بالاصفار والوحايد. المهم السير موريس ويلكنز الحقيقه انا هو انا قابلته مره واحده ايام ما كنت طالب دكتوراه قبل ما يموت، كنا هنحتفل بعيد ميلاده المئوي، وصل ل 100 سنه بس مات وهو عنده 99 سنه، فلا غنى الاحتفال. المهم ده هو انجليزي، سير موريس ويلكنز. لو ما تبص على الرسمه دي هتبص لا خلاص ما عادش في كابلات بقى ولا الكلام ده كله، بس بص على سرعه المكنه دي، 650 انستراكشن في الثانيه، ابطا من اللي فاتت. اللي فاتت لو انت خدت بالك كانت 1800. طب ايه الحكايه؟ هنا انت اضطريت تضحي بحاجه في سبيل حاجه، اضطريت تضحي بالسرعه في سبيل الفلكسبيليتي، ان انت تقدر تغير بسرعه البرنامج اللي جوه. ده معناه ايه؟ معناه دايما ان السوفت وير ابطا من الهارد وير. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه معناها ان انت اي حاجه تقدر تعملها بالهارد وير تقدر كمان تعملها بالسوفت وير. فانت هنا هتختار مين اللي يتعمل بالسوفت وير ومين اللي يتعمل بالهارد وير، ودي قرار بيتخذه الكمبيوتر اركيتكت. تمام؟ طبعا عشان شلنا الكابلات والتوصيلات وكده، فهتلاقي حجم الكمبيوتر قل شويه، 1400 فيت كيوب. ده كده ما ايه، نزلنا من نص مساحه يعني استاد القاهره، يمكن استاد عجرود بقى ولا الجبل الاخضر الحقيقه بتاع المقاولين. طيب جميل. لغايه دلوقتي اصفار وحايد، الذاكره ظهرت، ودي كانت نقطه نقله كبيره جدا في الفيلد بتاع الكمبيوتر. بس ايه، ما فيش لسه لغات برمجه، كان لازم الناس تكتب بالاصفار والوحايد. هنعمل نقطه ثانيه كبيره، الترانزستور بقى ظهر، وشركه انتل اتعملت سنه 68، طلعت اول كمبيوتر سنه 72. بس الكمبيوترات اللي احنا اول بروسيسور يعني بتعمل بروسيسورز. وخليني اقول لك ان شركه انتل
لما تبص على تاريخها، هي ما ابتدتش زي ما بنقعد نقرا بقى القصص اللي بتعجب دايما الشباب الصغير، وابتدت بقى وكان في الجراج بتاع البيت وكانوا عيال صغيره مش عارف. لا، الناس اللي ابتدت شركه انتل دي اللي هو روبرت نويز وجوردن مور كان عندهم حاجه و40 سنه لما قرروا يعملوا الشركه دي، وقرروا الفكره الصبح بعد كام يوم كان معاهم كذا و40 مليون دولار. فالعمليه ابتدت كبيره يعني. وابتدوا يعملوا اصلا الشركه دي لما ابتدت كانت بتعمل ميموريز. وفي انت ممكن تقول الله انتل دي الاسم ده جه منين؟ يعني احنا عارفين ان اي بي ام يعني انترناشونال بزنس ماشينز. انتل يعني ايه؟ انتل اختصار لكلمه انتجريتد الكترونكس، يعني الالكترونكس اللي انتجريتد في حته صغيره. طيب يعني محطوطه في متكامله في حته صغيره. هم ابتدوا يعملوا ذاكره ميموريز، بس بعد شويه اليابانيين كانوا بيعملوا ميموريز بكواليتي احسن منهم وارخص، فطردوهم من السوق. قال لك لا، طب احنا هنعمل بروسيسورز. ابتدوا يعملوا بقى يعني في قصه وراء ازاي هم وصلوا لموضوع البروسيسور ده، بس ده اول بروسيسور هم عملوه. وعلى فكره من سنه 72 ل 75 انتل كانت بتصنع ساعات كمان. اوكي؟ طيب في حد بيسال وير از شوكلي؟ اوكي حلو. شوكلي كان من الثلاثه اللي اخذوا جائزه نوبل لاكتشافهم للترانزستور سنة 54. وبعد ما عمل كده وهو في بيل لابس، ساب بيل لابس وقال طيب انا هعمل شركة بقى لوحدي، انا فكرة الترانزستور دي بقى بتاعتي وانا اللي هعمل ومش عارف ايه، وعين ناس. والحقيقة كان ابتدى يعني ابتدى من اوائل الشركات اللي هم يعملوا اجهزة الكترونية بيزد على الترانزستور في السيليكون فالي. بس الفكرة ان هو كان واحد من ألعن مديرين الشركات في تاريخ السيليكون فالي، لدرجه ان هو كان بيحط اجهزه الكشف الكذب للموظفين وهم داخلين الصبح عشان كان عنده نظريه المؤامره وخايف لا معرفش ايه ومش عارف ايه. وكانت نتيجه لذلك ان التيم بتاعه كله استقال كله في ليله واحده، وكان مسميهم ذا تريتور ايت، يعني الخائنين الثمانيه. الخائنين الثمانيه دول كان من ضمنهم روبرت نويز وجوردن مور اللي راحوا كلهم عملوا شركه اسمها فيرتشايلد، وقعدوا في فيرتشايلد شويه، وبعد ما لقوا ان فيرتشايلد نفسها ابتدت تقع سابوهم وعملوا انتل. فالاثنين الكوفاوندر بتوع انتل هم روبرت نويز وجوردن مور، واللي احنا بعد شويه هنشوف ان جوردن مور متسمي على اسمه حاجه اسمها مورز لو، اللي هو مش لو على فكره زي ما هنشوف. بس المهم علشان بس الناس كمان ما تفهمش ما تفتكرش انه اندي جروف هو الكوفاوندر بتاع انتل. هاندي جروب هو الموظف رقم اربعه اللي اتعين في انتل، مش رقم ثلاثه، انا الحقيقه مش فاكر مين من ثلاثه بس هو كان نمره اربعه، وهو اول مدير تنفيذي للشركه. اللي احنا بقى الرسم اللي احنا شايفينها قدامنا ده الانتل ال 4004 ده كان في بدايه السبعينات، اهو في 2250 ترانزستور، رقم كبير اهو في بتاع الصغير. شوف شكله عامل زي الصرصار كده في الرسمه اللي تحت دي، كانت سرعته في بالكيلو هرتز. ماشي جميل، خلينا ننط قدام شويه. لما لأواخر السبعينات ابتدت تظهر ال 80 86 اللي بقى بيزد عليها معانا البروسيسورز لغايه دلوقتي، كلهم عباره عن تطوير لل 80 86 دي. تمام؟ هي في اسئله بتيجي دلوقتي انا بشوفها في الشات هرد عليها في الاخر. خلينا نعمل قفزه اخرى ل 10 سنين كمان لقدام، وهنلاقي ان الترانزستورات لو لاحظت بقى نفس البروسيسور في حاجه اسمها ال 8486. غالبا اغلب الحضور هنا سنهم اصغر من ان هم يوقعوا على ال 486، بس خد بالك بقى في كام ترانزستور جواه، عدينا المليون. ده يعني حاجه عظيمه جدا يعني. المليون ده معناها ايه؟ ترانزستور البروسيسور نفسه حجمه ما كبرش، حجمه لسه صغير، بس ده معناه ان الترانزستور نفسه حجمه بيصغر. البروسيسور حجمه ثابت والترانزستور حجمه بيصغر، فنقدر نحط ترانزستورز كتيره جوه البروسيسور. هنشوف دلوقتي ليه حكايه ان احنا لما نحط ترانزستور كتير جوه ده معناها ان البروسيسور بقى سريع او بقى كويس. وصلنا للبنتيوم. البنتيوم 3 مليون ترانزستور اهو سنه 93، سرعته هو 60 ميجا هرتز. وعلى فكره سرعه الساعه دي الميجا هرتز ده لا يعني ان انت لو جبت واحد 50 ميجا هرتز هبقى ابطا، لا العمليه مش كده يعني. جماعه بتوع الاركتكت بيقولوا لنا انه مش يعني ده لا يعني ان انت يعني هتبقى سريع قوي، لان انت
ممكن لو عربية سرعتها بقت ضعف عربية سرعة عربية تانية بس خدت سكة أطول، لكن هي سرعة في نفس الوقت. يعني خلينا نقولها بالطريقة دي. طيب نكمل. البنتيوم 3 داخلين على 10 مليون ترانزستور أهو، ده سنة 99 وسرعته أهي 450 ميجا هرتز. طبعا أنا أوعى الكلام ده كله لأن سنة 99 دي أنا سافرت أمريكا عشان أعمل الدكتوراه. البنتيوم 4 وهو آخر بروسيسور سنجل كور، هنشوف يعني ايه سنجل كور دلوقتي، بس لغايه البنتيوم 4 ودلوقتي هو 55 مليون ترانزستور ودخلنا في السرعات في الجيجا هرتز. لغايه البنتيوم 4 كنت سيادتك ممكن تكتب اي برنامج والبرنامج ده هيبقى اسرع في كل جيل من البروسيسورز دي من غير ما تعمل انت اي حاجه. يعني لو كتبت برنامج ايام البنتيوم 3 هيبقى سريع اسرع في البنتيوم 4، لو كتبت حاجه عند ال 486 هيبقى اسرع للبنتيوم، وبعد كده هيبقى اسرع اكتر للبنتيوم 3. من اول البنتيوم 4 بقى لو انت كتبت برنامج لبنتيوم 4 وما عملتش حاجه تانيه زي ما هنشوف بعد شويه هيبقى البرنامج بتاعك ابطا مع كل جيل من البروسيسورز اللي موجوده، ودي حاجه غريبه شويه بس هنشوف لازمتها ايه. دول شويه صور للبروسيسورز موجوده حاليا. الاي 7 ده موجود في اغلب اللابتوبس، غالبا اغلب الحضور هنا المهندسين بالذات سمعوا عن كلمه مالتي كور ومش كور والكلام الجميل ده كله. فدول كلهم فيهم كذا كور، يعني كذا بروسيسور من جوه، يعني الشيب الواحده الشيبايه الواحده جوه فيها كذا بروسيسور. وعلى فكره بص الرسمه اللي تحت دي اللي مخبيه على الشريطه الزرقاء اسمها تايليرا. تايليرا ده ممكن تخش تشتريه اونلاين، ده فيه 72 كور، كل كور منهم اكس 86 بروسيسور، يعني عادي ده سريع جدا، انت ممكن تستخدمه. وعندك اي بي ام باور 8 اهو في 8، زيون 5 في 50 كور، بس لازم ما ينفعش تستخدمه لوحده، يعني لازم تبقى معاه بروسيسور تاني يسوقه. هنتكلم عن الحكايه دي واحنا ماشيين. المهم شويه الرسومات الملونه اللذيذه اللي قدام سيادتك ده، دي ايه دي بالظبط؟ يعني هو شكلها حلو وكل حاجه بس هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن بالظبط كده اللي احنا كنا قلناه لو رحت على السلايد اللي قلت لك اهم سلايد في الموضوع، ان هي شويه ترانزستورز. الترانزستورز دي بتعمل البوابات المنطقيه اللوجيك جيتس اللي بتعمل المايكرو اركتكشر. فاللي انت شايفه هنا ده المايكرو اركتكشر، تصميم الحاجات دي شغلانه المهندس المعماري الكمبيوتر اركتكت. عارف انت لما بتشوف تصميم لشقه يقول لك الباب من هنا وما اعرفش ايه على ورقه كده، هي دي اللي موجوده. ازاي بقى هيتصنع ده؟ شغلانه الالكتريكال انجينيرز. يتصنع بقى يعني بارخص الوسائل والكلام ده كله. نيجي نشوف بقى ايه حكايه الترانزستور. عمالين نقول ترانزستور وده بقى في 10 مليون ترانزستور و20 مليون ترانزستور والكلام ده كله. طب ايه؟ يعني ايه فائده الترانزستور؟ هنا هياخدنا لصوره الراجل ده، واحد من الاثنين اللي عملوا شركه انتل، اسمه جوردن مور، لسه عايش هو دلوقتي. جوردن مور سنه 65 وعلى فكره السنة اللي فاتت 2015 كانوا بيحتفلوا هنا بمناسبة مرور 50 سنة على مورز لو، على اللو اللي هو بيقول عليه اللي احنا هنقول دلوقتي ان هو مش لو. قال ايه جوردن مور في البيبر بتاع سنة 65 اللي انا واثق ان كل الناس اللي بتتكلم عن مورز لو ما قروهاش؟ قال والله يا اخوانا انا ملاحظ كده انه عدد الترانزستورز جوه الشيب هيتضاعف كل 18 شهر. وبعد شويه عدل في الفكره دي وقال لك لا كل 24 شخص. طب حاجه عظيمه جدا. طب يعني ايه نستفيد ايه من الحكايه دي؟ نستفيد سيادتك انه لما يبقى عندك ترانزستور زياده تقدر تعمل اللوجيك جيتس او البوابات المنطقيه دي زياده، تقدر تعمل بيهم ادرز وسبتاك الحاجات اللي بتجمع وتطرح. فتخيل انت كده تحط مثلا حاجتين بيجمعوا بدل حاجه واحده بتجمع، فكده تقدر تعمل الجامعه اسرع. واحنا قلنا ان اغلب البرامج او تقريبا كل البرامج عباره عن جمع وطرح وصفار وحايد وشويه، تقدر تقول الرقم ده اكبر من ده ولا اصغر وبس. كل الحاجات اللي انت شايفها في لغات البرمجه واوبجكت اورينتد وزاوج في الاخر هينزلوا في الاخر للهاردوير بجمع وطرح وصفار وحايد، وتقول ان الرقم ده اكبر من ده ولا اصغر وبس. طيب عندي ترانزستورز كتيره يبقى اقدر احط حاجات جوه نفس المساحه، اقدر احط حاجات بتجمع اكتر او بتضرب او بتقسم الحاجات اللي زي دي كلها. طب ليه احنا قلنا ان مورز لو ده مش لو؟ لو يعني قانون طبيعي، يعني القانون ده بيحصل سواء انت عملت حاجه او ما عملتش حاجه. لما اينشتاين قال لك ان الانرجي ايكوالز ماس مالتيبلايد باي سوري انرجي ايكوالز ماس مالتيبلايد باي سرعه الضوء سكوير،
ده قانون، سواء انت حاولت تقلده ما عرفتش تقلده ما عملتش حاجه، هو قانون شغال. انما مورز لور بيقول لك الترانزستور حجمه هيصغر، ما انت لازم تصغره. لازم الجماعه اللي بيشتغلوا في المصانع، جماعه بتوع الفي ال اس اي والفيزكس وكده، لازم يعملوا شغل عشان الترانزستور يصغر، مش هيصغر لوحده. تمام؟ بس الميزه بقى في مورز لو ايه؟ ان الشركات اللي بتعمل الهاردوير لو ما مشيتش على مورز لو، يعني لو منتجاتها ما خلتش الترانزستورات دي تصغر بالسرعه اللي هو بيقول عليها، بعد شويه الشركات الثانيه هتسبقها وهيفلسوا، الناس دي هتفلس وتخرج بره السوق. اللذيذ بقى ان انت لو حاولت ان انت تسبق مورز لو، هو قال لك انهم هيتضاعفوا كل 18 ل 24 شهر، لو انت حاولت تخليهم يتضاعفوا كل سنه هتخسر برضه. وانتل حاولت تعمل الحكايه دي، وكانت وانتل اللي هي في بيشتغل فيها جوردن مور، وكانت هتخسر وتقفل. ليه؟ لان انت عشان تسبق مورز لو معناها لازم تستخدم تكنولوجيا عاليه جدا، وعشان تكسب تستخدم تكنولوجيا عاليه معناها انك صرفت كتير جدا في الاول. طيب معناها انك لازم تبيع اكتر. بس دلوقتي في العصر اللي احنا فيه الفرق ما بين جيل بتاع هاردوير للجيل اللي بعده بقى قصير جدا، فانت كده عايز تبيع ضعف الكميه تقريبا في نص المده، وده ما بيحصلش، فهتخسر. دي اقتصاديات السوق. عشان كده احنا قلنا انه لما تيجي تدرس حاجه شوف هي بتتعامل ازاي مع بقيه العلوم اللي حواليها، والاقتصاد ده من العلوم ومن العلوم المهمه. تمام؟ طيب ده مورز لو، ترانزستورات هتظهر، وده اللي احنا بنقوله. ليه مور ترانزستورز؟ معناها البروسيسورز هتبقى احسن، عشان الترانزستور ده في الاخر على فكره هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن زرار نور. انت لما بتطفي النور ده صفر، ولعت النور ده واحد، زيرو واحد، اون اوف، عباره عن سويتشز. لما بتحطهم مع بعض بطريقه معينه ممكن يعمل لك دايره معينه تجمع رقمين، لما تحطهم بطريقه ثانيه يطرح رقمين، تحطهم بطريقه ثالثه يقسم رقمين، تحطهم بطريقه رابعه يقارن ما بين رقمين. تمام؟ فكل ما يبقى عندك ترانزستورات زياده تقدر تحط الحاجات دي كويس، يعني بدل ما يبقى عندك موظف واحد بقى عندك اثنين موظفين. تمام؟ اللي لقى الفكره العبقريه دي ان احنا نحط شويه مفاتيح سويتشز جنب بعض عشان نجمع ونطرح والكلام ده كله كان كلود شانون اللي انتم شايفين صورته هنا دي، والشغل ده كان رساله الماجستير بتاعته اللي هي كانت 25 صفحه على فكره، وممكن تلاقيها اونلاين. تمام؟ طبعا دي احدى الحاجات اللي كلود شانون عملها. كلود شانون بعد كده ليه شغل جامد جدا في الذكاء الصناعي، وليه شغل جامد جدا في الانفورميشن ثيوري عن المعلوماتيه، بس ده موضوع خارج بره موضوعنا دلوقتي، نبقى مش هنتكلم فيه. شويه اسئله بقى. طب احنا عايزين ايه في الاخر؟ بعد القصه دي كده كلها، ايه اللي احنا عايزينه؟ انت عايز تشغل برنامج على الكمبيوتر بتاعك بسرعه، فاست، ادي اول كلمه بالاحمر. طب يعني ايه برنامج؟ برنامج هي عبارة عن سلسلة من الأوامر بتشتغل على مجموعة من المعلومات. أنت بتسمع مزيكا، سلسلة من الأوامر ده البرنامج اللي بيخليك تسمع المزيكا، المعلومات اللي هي الأغنية نفسها. أنت بتكتب البرنامج بلغة برمجة معينة، بس هو بيوصل للهاردوير في الآخر بصورة أوامر صفر وواحد. ماشي، بس في الآخر أوامر شغالة على داتا. طيب. عايز البرنامج ده يشتغل أسرع، يحصل إيه؟ حاجة من اتنين أو كلاهما. ان انت تخلي الامر الواحد يخلص اسرع، دي حاجه، او ان انت تخلي كذا امر يشتغلوا مع بعض في نفس الوقت. طبعا مع الاسف الاعتبار اذا كان في امر هيطلع نتيجه هيعتمد عليه الامر الثاني. انت عشان تجمع ثلاث ارقام لازم الاول تجمع رقمين وبعدين تدي النتيجه للثالث، فما ينفعش الحاجتين دول تعملهم في نفس الوقت. لكن لو في حاجات تقدر تعملها في نفس الوقت اشتغلها في نفس الوقت. حتى جماعه بتوع البروجكت مانجمنت عارفين الحكايه دي، انا كنت بدي شويه حاجات للناس بتعمل جانت شارت، ممكن يشوفوا ان انت ممكن تعمل شويه حاجات في نفس الوقت. فالشغل بتاع الكمبيوتر اركيتكت ابتدى بالناحيه دي، اخلي الاول الامر الواحد يخلص اسرع، وبعدين هخلي كذا امر يتنفذوا مع بعض. تمام؟ يبقى كده السلايد دي الكلام الاحمر اللي موجود فيها ده لخص لك بالظبط اللي احنا عايزين نعمله، الجماعه بتوع الكمبيوتر في الاخر عايزين يعملوا ايه. في السبعينات شويه الرسومات اللي شفناها من البروسيسورز بتاعت انتل، طبعا في شركات كتير بتعمل بروسيسور، بس احنا خدنا انتل باعتبارها من اقدامهم. يعني في السبعينات كان البروسيسور لما تخش عليه وتخلي الجماعه بتوع الاركيتكت يوريك صوره من جوه، او الجماعه بتوع السيركتس الالكترونكس يوريك الصوره بتاعت الالكترونكس من جوه، هتلاقيه عباره عن رسمه كده مجعلفه وحاجه صعبه جدا اسمها سنجل سايكل امبلمنتيشن. حط في اعتبارك دايما هندسيا لما بتبني حاجه معقده جدا ككتله واحده هتبقى عندها مشكلتين. المشكله الاولانيه انها تبقى بطيئه جدا، تخيل فيل بيتحرك. والحاجه الثانيه
ان هي هتستهلك كهرباء جامده جدا. تمام؟ يعني بالظبط كده انت لما تحط لمبه تنور اوضتك بلمبه 100 واط اوحش من ان انت تنور اوضتك بلمبتين كل واحده 50 واط. تمام؟ فهم قال لك اه والله صح، ده حكايه السنجل سايكل امبلمنتيشن دي بتاع المجعلصه دي مش احسن حاجه. طب تعالى نعمل حاجه ثانيه. قال لك طيب انا هاخد البتاع المجعلصه دي وهقسمها لحتت عامله زي بالظبط تصنيع العربيات. انت لو رحت مصنع تصنيع عربيات تصنيع عربيات هتلاقيهم بيعملوا ايه؟ الناس في الاول بيجيبوا الموتور، وبعد كده الناس اللي بعدهم بيروحوا مركبين الموتور ده في عمود الكبان، وبعد كده ناس بتروح بتدهن الصاج بتاع الهيكل بتاع العربيه، وبعدين ناس تروح مركبه ده في ده، وهكذا. كل ما بتروح من نقطه للنقطه اللي بعدها بنزود حاجه لغايه اخر واحد بيبقى مخلص العربيه، ده اسمها بايب لايننج. تمام؟ قال لك طب ما انا اعمل كده في الهاردوير. انا عايز اجيب الامر او الانستراكشن الاولاني من البرنامج، اجيبه وبعدين افهم هو عايز يعمل ايه، وبعدين اجيب المدخلات بتاعته، عايز يجمع رقمين مثلا اجيب الرقمين دول، وبعدين اجمع الرقمين، وبعدين احط النتيجه في حته، وبعد كده اجيب اللي بعده واللي بعده. فقال لك اي امر في برنامج ممكن اقصقصه ليه كذا حته كده. فكده معناها ان انت لو بصيت على الرسمه دي ممكن تلاقي ان كل حته منها فيها جزء من امر بيشتغل في نفس الوقت. ده اسمه بايب لايننج. يعني مش هنخش طبعا في يعني كده، ما ينفعش نشرح الفيلد كله، فاحنا بندي فكره بس. في التسعينات قال لك الله، طب ما دلوقتي خلاص يعني لغايه الخطوه اللي فاتت خلينا الايه ان الحاجات تشتغل بسرعه. قال لك طب دلوقتي نحاول نخليهم كمان يشتغلوا في نفس الوقت ان بارلل. قال لك طب هشوف بقى ايه الاوامر اللي مالهاش علاقه ببعض وخليها تشتغل كلها مره واحده في شويه باراليليزم كده. حلو، بعد كده الدنيا ابتدت تبقى ظريفه. قال لك طب ما انا كمان ممكن ازود حاجه ثانيه، انا هخلي برنامجين يشتغلوا في نفس الوقت، وكل واحد اخلي الاوامر بتاعته تشتغل اسرع وبارلل. ده ظهر في بدايه الالفينات. بعد شويه قال لك لا طب خلاص بقى انا هخلي كذا برنامج يشتغلوا في نفس الوقت، مش برنامجين بس، وكل واحد الاوامر بتاعته تشتغل. دخلنا بقى في ايه البارلل ماشينز اللي موجوده اليومين دول. وخليني اقول هنا للناس بتوع السوفت وير اللي بيسمعوني انه عشان تبقى كومبيتيتيف في الماركت دلوقتي لازم نكتب سوفت وير بارلل، ما عادش ينفع السيكونشال كود اللي كلنا بنكتبه، لان دلوقتي الترند ان كل جيل جديد من الهاردوير هيبقى فيه كورز زياده، بس الكورز دي هتبقى اضعف. فانت لو كتبت البرنامج بتاعك بالطريقه العاديه اللي انت متعود عليها السيكونشال دي هتروح رايحه الكور منهم اللي هو بيبقى اضعف، فمعناها ان السوفت وير بتاعك هيبقى ابطا في كل جيل جديد من الهاردوير. عشان كده احنا الحقيقه ابتدينا نقدم عندنا في الجامعه، ابتدينا ندرس بارلل كومبيوتنج، ازاي تكتب سوفت وير بارلل للناس في مرحله ما قبل البكالوريوس، لان هو ده المستقبل، ده اكشولي بقى الحاضر خلاص دلوقتي. يبقى معناها انه دلوقتي احنا خلاص مشينا من السنجل كور اللي هو الشبايه فيها بروسيسور واحد لمالتي كور بقى فيها كذا بروسيسور، يبقى انت لازم تقصقص البرنامج بتاعك لحتت وتخليهم يشتغلوا ان بارلل. ده معناها الجمله اللي مكتوبه بالاحمر فري لانش از اوفر لجماعه السوفت وير. يعني احنا كنا بنعزمك على الغداء ببلاش زمان، ان البرنامج بتاعك بيبقى اسرع مع كل جيل من الاجيال بتاعه الهاردوير من غير ما تعمل انت حاجه، خلصت اللعبه دي خلاص. دلوقتي انت لازم تعمل حاجه عشان السوفت وير بتاعك يبقى اسرع، لازم تكتب البرنامج بتاعك ان بارلل. مشكلتنا ايه بقى؟ احنا في الهاردوير وصلنا للبارلل غصب عننا، احنا ما كناش عايزين الحكايه دي، بس الفكره ان ما قدرناش نكمل غير ان احنا نوصل لموضوع ان يبقى عندنا بارلل او مالتي كور، لانه لقينا انه عشان اخلي لمبه 100 واط ده بياخد حراره وباور ديسيبيشن كتيره جدا، لا انا يستحسن يبقى عندي لمبتين 50 واط. فغصب عننا بتوع الهاردوير اضطروا يمشوا للمالتي كور. دي مشكله، لان جماعه بتوع السوفت وير لسه مش متمرنين يكتبوا بارلل، اصلا كتابه البرامج العاديه صعبه، فما بالك كتابه برنامج بارلل. ما عندناش خبره في الحكايه دي، ودي مشكله كبيره. عشان كده دلوقتي سوفت انتل عندها واحده من اكبر الجروبات واقوى الجروبات للسوفت وير، يحاولوا يعلموا يطلعوا تولز تخلي الناس تكتب ان بارلل، لان الناس لما مش هتكتب سوفت وير بارلل مش هيشتروا المالتي كور بتوع الشركات زي انتل وارم والكلام ده، فالناس مش هتشتغل، مش هتش يعني الناس مش هيشتروه، فالشركه هتفلس. دي مشكله. طيب احنا كده وصلنا للوضع الحالي، قدامنا ايه بقى في المستقبل؟ في مشكله صغيره بس في موضوع ان احنا نتنبأ بالمستقبل، خصوصا في موضوع التكنولوجي. لو اي واحد قال لك انا عارف ايه اللي هيحصل بعد 10 سنين بالظبط في الهاردوير، تعرف انه هتجار. ايه؟
بص، في كذا مشكلة عندنا ابتدت من كام سنة ولسه موجودة لغاية دلوقتي. بص على الكيرف اللذيذ ده، الكيرف اللذيذ ده بيوريك السرعة ما في مرور السنين بتاعة الميموري، ذاكرة الكمبيوتر، وما بين البروسيسور. زي ما سبتك لاحظ في فرق شاسع جدا ما بين سرعة الميموري وسرعة البروسيسور، ودي حاجة دمها تقيل جدا، لأن الناس كانت قاعدة تقضي وقتها كله في إنه يخلي البروسيسور ده أكثر تقدما وكل حاجة، وسابوا الميموري. بس انت كده بالظبط كأن في اتنين عندهم اجتماع، واحد هيروح الاجتماع بالعجلة والتاني هيروح الاجتماع بالعربية. فاحنا قعدنا طول الوقت نحسن ونسرع في العربية، بس ما هو الاجتماع مش هيبتدي غير لما يجي بتاع الراجل ابو عجلة. فهي الفكرة كلها ان الميموري بطيئة، سموها ميموري وول، انت وصلت الحائط سد، مهما تسرع بعد كده الميموري بتاعتك من ابطأ الحتت، الحاجات اللي موجودة جوه البروسيسور بتاعك. طب نعمل ايه؟ هنا برضو خلينا ادي لك مثال على ليه انت لازم تبص على العلوم اللي حواليك بما فيهم الاقتصاد. انت لما تيجي تقول انا هزود الذاكره بتاعت الكمبيوتر بتاعتي، انا هجيب بقى 8 جيجا او 16 جيجا رام او 32 جيجا رام، انت بتقول ايه؟ انت بتقول مساحه، يعني تخزين، مساحه تخزين، ما بتقولش اسم شركه. فده معناه ان الشركات اللي بتصنع الذاكره بتتنافس مع بعضيها في التخزين، مش في السرعه ولا في، ما عندهمش وقت انهم يعملوا ابحاث عشان يسرعوا الميموري. لكن لما بتيجي تشتري بروسيسور تقول لا انا عايز اشتري انتل، ما اعرفش ايه، بتقول اسم شركه، ففي سمعه شركه هنا في الموضوع. فالشركات اللي زي انتل واي ام دي وارم وانفيديا بيصرفوا بقى في الابحاث كتير عشان يطلعوا بروسيسورز كويسه، انما بتوع الميموري لا، ما عندوش وقت، عايز ينزل ميموري بسرعه تبقى ساعتها التخزينيه اعلى من الباقيين، فما فيش وقت يعمل الابحاث. عشان كده اغلب الابحاث اللي بتتعمل عن الميموري بتتعمل في الجامعات. بس الموضوع ده ابتدى يتغير، لان الكيرف اللي انتم شايفينه ده عامل مشكله كبيره، وكانت المشكله دي الناس بتسميها فون نويمان بوتل نيك. احنا لما اتكلمنا في حته التاريخ من شويه كان قلنا ان فون نويمان ده هو اللي قال ان احنا عندنا ذاكره وميموري وما اعرفش ايه، فده البوتل نيك، ما كانش عارف وقتها ان الميموري هتبقى هي اللي مبطئانا دلوقتي. فابتدت بقى ناس كتير في الاركتكشر بانه حوالي 25 سنه في حاجه اسمها كاش ميموري. ده موضوع يعني خليه بره الموضوع دلوقتي، بس دي حاجه من التشالنجز اللي الناس بتعملها. الحاجه الثانيه الباندويت، شايفين الرسمه الجميله اللي تحت دي؟ دي بنشوفها عندنا في نيويورك وبشوفها في القاهره، الحقيقه كل ما بروح حته بشوفها. انت لما تبص على، تفتح الكمبيوتر كده وتبص على البروسيسور هتلاقي فيه بينز طالعه منه. عدد البينز دي هي اللي بتوصله بالماذر بورد، بتوصله ببقيه الكمبيوتر. طب العدد ده ما بيزيدش قوي، فده معناها انه الحاجات اللي موجوده جوه الشيب بتتخانق عشان تطلع بره، تروح للذاكره تجيب الاغنيه اللي انت عايزها ولا تجيب البرنامج اللي انت عايزه. فدي مشكله الباند ويث، يعني انت بالظبط كده في 100 واحد عايزين يخرجوا من باب الشقه. حتى لو ال 100 واحد دول صراع وكويسين وكل حاجه، في الاخر هو باب واحد، عندك مشكله باند ويث وور، نعمل ايه؟ دي موجوده، مشكله موجوده وما زالت موجوده. الثالثه وهي من اهم المشكلات هي الباور، الطاقه اللي بتضيع. انت المشكله انه ما نقدرش نزود الكلوك فريكوانسي بتاع البروسيسور، نقول لك والله بعد ما بقينا 3 جيجا هرتز نبقى 4 نبقى 5، لانه هيسخن جدا، ولو سخن جدا الباكجنج لما عشان نقفل بقى الشبايه ونديها لك كده الحته اللي بتشتريها على طول دي، ده سعره هيطلع اكسبوننشالي جامد جدا، وفي اوقات ما ينفعش حتى ان احنا نقدر نسرب الحراره اللي بتطلع دي، ففي مشكله كبيره. ودلوقتي المشكله دي بقت من اهم المشكلات، لان انت دلوقتي عايز حاجات تتحط في جوجل جلاس مثلا، عايز حاجات تتحط في السمارت ووتش، ابل سمارت ووتش ولا حاجه، او اي سمارت ووتش. طيب ما الحاجات دي مش المفروض انها تسخن قوي، لان لو سخنت قوي كمان غير انها ممكن تبوظ الحكايه، ممكن كمان تقل البطاريه تخلص بسرعه. انت هتبقى يعني يا فرحتي لو انت عندك كمبيوتر ب 10 مرات اسرع من الكمبيوتر اللي معاك دلوقتي، بس البطاريه بتخلص بعد نص ساعه. فدي دي مشكله. الحاجة الرابعة الترانزستورات، احنا زي ما قلنا بتصغر، بس كل ما بتصغر بيحصل حاجتين، أولا بتبقى أسرع وده حاجة كويسة، تاني حاجة بتبوظ بسرعة أو ممكن تغلط، تبقى أنت عايز تطفي راحت هي مولعة بدل يعني في ريلايبلتي، فأنت كده عايز تبني كمبيوتر من حاجات ما هياش ريلايبل قوي، يعني بتبوظ بسهولة، بس عايز الكمبيوتر نفسه ما يبوظ بسهولة. ده تشالنج كبير موجود لغاية دلوقتي، وإحنا اتكلمنا قلنا حاجة لو أنت عايز حاجة زي بتاعت كيريوزيتي، المركبة كيريوزيتي اللي نزلوها على المريخ، أنت عايز الموضوع ما يبص. ده موضوع فيري هوت توبيك في الريسيرش إلى وقتنا هذا.
طبعا الموضوع الاخراني السكيورتي، انت ممكن تقول لي طب السكيورتي ده مش جماعه بتوع السوفت وير وتنزل بقى مالوير ديتكشن وسوفت؟ قال لك لا، انت ممكن تزرع جاسوس في الناس في شركه الهاردوير اللي بتصنع البروسيسور، ويحط لك تشيباي، مش تشيباي، يحط سيركت صغيره، السيركت دي ممكن تسرب معلومات بعد كده سواء وايرلسلي او كده، بيسموهم تروجن هورس مثلا، ده مثال. ومش بس كده، دلوقتي انت عن طريق مراقبه في بيبرز نيز، عن طريق مراقبه الحراره والموجات اللي بتطلع من الكمبيوتر وهو شغال، يقدر يستنتج الباسورد بتاعتك وكده. في بيبر لسه نازله السنه دي عن الحكايه دي. فالهاردوير ليه كتير في موضوع السكيورتي ده. فدلوقتي انت لما تبص في الحكايه اللي احنا حكيناها دي، زمان اول ما عملنا الهاردوير كان ايه اهم حاجه عندنا؟ ان النتيجه تبقى صح، كوركنس. بعد كده زودنا حاجه في الليسته دي، انه يبقى صح وسريع، يعني عايز العمليه تبقى بسرعه. طب جميل جدا. بعد كده ابتدى ينتشر بقى موضوع اللابتوبس والتابلتس والكلام ده كله، فاحنا عايزينه يبقى صح، يعني كوركتنس صح، ويبقى سريع وما بيستهلكش طاقه كتير علشان البطاريه ما تخلصش. ومش بس كده، في الكمبيوترات الكبيره الداتا سنترز اللي بتستخدمها تويتر ولا فيسبوك ولا جوجل ولا الحاجات دي، الحاجات دي لو ما كانتش باور افيشنت هتبقى ميزانيه الكهرباء عاليه جدا، ودي مشكله. فالباور بقى نمره ثلاثه، او يعني الضيف الثالث اللي وصل في الوش ليست اللي احنا عايزينه. نمره اربعه احنا عايزينه كمان ما يبص. نمره خمسه احنا عايزينه يبقى سكيور. فانت عندك خمس حاجات الناس شغاله عليها دلوقتي، يعني ما عادش السرعه بس، انت اللي يهمك كمستخدم ان الكمبيوتر يشتغل بسرعه بس، في حاجات ثانيه يعني مختفيه عندك بس مهمه جدا، لانه هو لو اشتغل بسرعه ولقيت نفسك انت بتدفع 1000 جنيه في الشهر فاتوره كهرباء حتى لو ديسك توب مش هتبقى مبسوط، او لو البطاريه بتخلص كل نص ساعه مش هتبقى مبسوط، او لو الناس سرقت الباسوردز بتاعتك ولا راحت في البنك مش هتبقى مبسوط. فالحاجات دي كلها من ضمن الحاجات اللي الجماعه بتوع الكمبيوتر اركتكتشر بيستخدمها. ودي سلايد يعني ممكن ما تهمكش قوي، بس فيها بعض الحاجات لكل واحده من الخمس حاجات اللي احنا اتكلمنا عليهم، الناس عملت ايه في الكمبيوتر اركتكتشر لغايه دلوقتي ومكملين ازاي. طيب الفيوتشر، احنا قلنا انه الرجم بالغيب ده ما يعني ما غلط، يعني صعب. واديك مثال، بص الناس اللي بتقول هنا ايه. I think there is a world market for maybe 5 computers. انا متهيألي ان السوق هيبقى فيه يا دوبك يقدر تبيع خمس كمبيوترات. اللي قال كده توماس واتسون اللي عمل اي بي ام سنه 49. There is no reason in the world anyone would want a computer in their home. No reason. مفيش اي سبب على الاطلاق يخلي واحد هيحتاج كمبيوتر في البيت. مفيش اي سبب. مين اللي قال كده؟ كين اولسن التشيرمان بتاع شركه ديك. 640 كي دي يكفي جدا للميموري بتاعت الكمبيوتر. مين اللي قال كده؟ بيل جيتس مايكروسوفت كوفاوندر او فاوندر 1981. فمعناه ان الناس دي ما كانتش شايفه ايه اللي هيحصل. واديك مثال تاني، شركه اي تي ان تي بدايه الثمانينات جابوا ماكنزي وقالوا لهم والله احنا عندنا تكنولوجي جديده ممكن تخلي الناس تتكلم في التليفون لاسلكيا. تفتكروا ان كم صرف فلوس في الابحاث في النقطه دي؟ فماكنزي قالوا لهم والله احنا عملنا كده بريدكشن ولقينا انه الناس مش يعني بالكتير في مليون واحد هيحتاج التكنولوجيا دي سنه 2000. فاي تي ان تي وقفت الشغل في الحكايه دي، وهي دلوقتي بتضرب نفسها بالجزمه لانها ورا فرايزون والكلام ده كله في موضوع الموبايل. فبريدكتنج ذا فيوتشر حتى مع شركه كبيره زي ماكنزي صعب. طيب احنا ممكن نرجم بالغيب بطريقتين. ايفولوشن، يعني هنقول اه والله اللي موجود دلوقتي اللي جاي بعد شويه هيبقى زي ده بس احسن شويه، بدل ما يبقى عندنا 70 كور هيبقى عندنا 140 كور، هيبقى عندنا ما اعرفش، ماشي ده كويس وهيبقى شغال معانا حلو كده لمده سنه سنتين، يعني ممكن نقول ايه اللي هيحصل كمان سنتين من دلوقتي. بعد كده في حاجه ريفولوشنري، الجماعه بتوع الفيزيكس بقى لو دول حاجه جديده، وده احنا محتاجينه منهم جدا لانه للاسف مورز لو هيبتدي ابتدى يبقى بطيء جدا دلوقتي. وزمان كان المورز لو ان الترانزستورات بتصغر، وكان فلما الترانزستور بيصغر كميه الطاقه اللي هو بيستهلكها بتقل معاه مع حجمه. الحكايه دي اسمها دينر سكيلنج، الحكايه دي وقفت سنه 2004 خلاص، فبقى عندنا مشكله كبيره. فبعد شويه مش هنعرف نصغر اصلا الترانزستور عن كده، فهنحتاج مساعده كبيره من الجماعه بتوع الفيزكس، الجماعه اللي في قسم الفيزكس يحاولوا يساعدونا بقى في الموضوع ده. فهل هيجي لنا بريك ثرو حاجه جديده من الجماعه بتوع الفيزكس يقدر بتوع الالكترونكس يستخدموها ويدوها لنا عشان كده نعمل بيها اركتكتشر نخلي بيها سوفت وير احسن؟ اللفه اللي احنا قلنا عليها في الاول،
خليني اقول لك حاجه. في اكتوبر 20 سنه 2015، يعني من 3 اشهر او 4 اشهر فاتوا، البيت الابيض نزل تشالنج اسمه الناشونال ستراتيجيك كومبيوتنج انيشيتيف. عارف زي في الستينات لما كينيدي قال لك احنا عايزين ننزل على القمر بعد 10 سنين ونزلوا، فهم دول بقى منزلين تشالنج. التشالنج موجود في المربع الاحمر اللي تحت، كرييت ا نيو تايب اوف كمبيوتر، عايزين نعمل كمبيوتر، نوع جديد من الكمبيوتر ذات كان proactively انتربريت اند ليرن فروم داتا، انه يقدر لوحده يتعلم ويفهم الكميه المهوله من الداتا. طبعا اظن يعني زي الحاجات اللي بتيجي على تويتر وفيسبوك والبيج داتا، ما احنا دلوقتي في عصر البيج داتا. سولف انفاميليار بروبلمز، عايزينه يقدر يحل مشكله غير معروفه بالنسبه له. ده معناه ان انت عايز تكسر الرسمه اللي احنا قلناها في الاول، ان انت يبقى عندك الجوريزم عشان تحوله البرنامج، انت عايز الكمبيوتر يتعلم لوحده دلوقتي. وده برضو احنا في الوقت بتاع الماشين ليرنينج، الجماعه بتوع الماشين ليرنينج بيشتغلوا جامد اليومين دول، ويستخدم اللي هو اتعلمه عشان يحل حاجات جديده. and operate with the energy efficiency of the human brain، ويشتغل ب الافشنسي بتاعه المخ البشري. المخ البشري اقوى كمبيوتر موجود، بل اعظم من اي كمبيوتر موجود، سواء من حيث التعلم او السرعه او الباور اللي هو بيستخدم طاقه قد ايه. والبرين انسبايرد ماشين دي حاجه ثانيه احنا شغالين فيها، وعمليه صعبه جدا لسبب بسيط، ان احنا مش عارفين اصلا الكمبيوتر شغال ازاي. يعني سوري مش الكمبيوتر، المخ نفسه شغال ازاي. العمليات بتتغير، كانك بتستخدم حتت من البازل عشان تحل حاجه، بس الحتت بتاعت البازل دي اشكالها واعدادها عماله تتغير طول ما انت شغال. ايه اللي موجود عندنا دلوقتي؟ انت لو فتحت اي بروسيسور دلوقتي مش هتلاقي فيه كورتس بس، هتلاقي فيه الجرافيكس. زمان كنا بنجيب جرافيكس كارد عشان نلعب جيمز، دلوقتي الجرافيكس كارد بيستخدموها في حل مشكلات ثانيه مالهاش علاقه بالجرافيكس من اساسه، جنرال بيربوس. دلوقتي عندنا شيبات فيها كورز كتيره، فيها بروسيسورز كتيره جدا. الاف تي جي اي للناس اللي مش في قسم كهرباء، الاف تي جي اي دي حاجه يعني بيس اوف هاردوير يقدر يعمل اي سيركت انا عايزها. احنا قلنا ان قبل كده اي حاجه بتعملها بالسوفت وير هتقدر تعملها بالهاردوير، لكن ميزه السوفت وير انك تقدر تغيره بسهوله، ميزه الهاردوير انه غالي. الاف تي جي اي بيحاول يقرب الحكايه دي، يقول لك والله انت اكتب لي حته سوفت وير صغيره هخلي الهاردوير نفسه يتغير ويعمل لك اللي انت عايزه، فمعناه ان الهاردوير نفسه بقى كونفيجرابل. في حاجه ثانيه بارلل ممكن تحسب لك مليون رقم، ارقام كتيره في نفس الوقت، اسمها اوتوماتا بروسيسنج، دي اصلا حتى من الجي بي يوز. واخر واحده دي الاسم كده اللي تحس انه جاي من ستار تراك، نيورومورفيك تشيبس، ده اللي بنحاول نعمل بروسيسورز شغاله زي المخ البشري. لو تابعت اللي بيعملوه اي بي ام اليومين دول والبلو بروجكت اللي بيعمله الاتحاد الاوروبي، الناس بتبص جامد جدا على موضوع البرين اليومين دول، عايزين نتعلم. وخد بالك لما بقول ان احنا عايزين الكمبيوتر يبقى زي المخ، احنا بنتكلم في حاجه اعقد بكثير من النيورال نتوركس، لان دي اول حاجه بتيجي في مخ الناس، والله النيورال نتوركس وانا عايز اعمل نيورال نتورك والشبكات العصبيه. لا، العمليه تجاوزت ذلك بكثير دلوقتي. طيب ايه الحاجات اللي الناس شغاله فيها اليومين دول؟ بص على الناحيه الشمال الاول، ابروكسيميت كومبيوتنج. قال لك والله الكمبيوتر بيستهلك طاقه ليه؟ عشان انتوا عايزوا يطلع النتيجه بالظبط، نتيجه دقيقه جدا. قال لك طب ما انا ممكن اخلي الكمبيوتر يعني كل شويه كده يغلط شويه، يعني انا هعمل مش هصممه بحيث انه يبقى دقيق جدا، هخليه دقيق نص نص عشان ايه يستهلك طاقه اقل. ده ممكن، بس بينفع بس في البرامج او المشاكل اللي مش محتاجه حاجه زي دي. يعني انت لو بتتفرج على التلفزيون وفي نقطه حمراء ظهرت فجاه كده مره كل 5 6 دقائق، خلاص مش يعني مفيش مشاكل. لكن لو بتحسب حاجه بقى بالسحتوت فلوس بقى، ولا بتحسب حاجه في النيوكليير سيميوليشن، لا الكلام ده مش هينفع. الانالوج كومبيوتنج قال لك طب ما بدل الاصفار والواحد احنا نستخدم بقى السيركتس بتاع زمان، ايام ما كان العمليه كلها انالوج، نحط دي مع دي. بتنفع في شويه حاجات انا مش هنخش فيها دلوقتي، بس دي محتاجه الناس بتوع الكهرباء. ستوكاستيك كومبيوتنج، ان النتيجه هتطلع انت وحظك، فيمكن تكون فاكرها نكته بس لا، يعني والله يعني بص النتيجه دي هتطلع يعني تقريبا كده بنسبه 70% 5، وبنسبه 30% تطلع 7. عارفين وجهه نظر لما كانت عبله كانت بتقول لك هو الاول حرف الف يا ت، يعني هي ده ستوكاستيك. ده بينفع في بعض الحاجات على فكره، ما هوش نكته. الكوانتم كومبيوتنج طبعا، كوانتم فيزيكس،
بدل ما يبقى عندنا الستار وحايد حاطينهم مع ترانزستورز او كاباسيتورز او كده، بنعملهم كيوبيتس كوانتم بيتس. ده موضوع كبير وده محتاج شغل كتير وانتر اكشن ما بين الجماعه بتوع الاركتكشر والجماعه بتوع الفيزكس. الستوكاستيك كومبيوتنج والانالوج كومبيوتنج والابروكسيميت كومبيوتنج محتاجه شغل كتير من الجماعه بتوع الاركتكشر مع الجماعه بتوع قسم كهرباء الكتريكال انجينيرنج. في ناس بقى جماعه بتوع الكمبيوتر اركتكشر مع قسم الاحياء البيولوجي، احنا ممكن ناخد دي ان اي، في حاجه اسمها دي ان اي كومبيوتنج. بص انت اي حاجه بتنفع تعمل جمع وطرح وتستور وتخزن صفر وحايد ممكن نعمل فيها كمبيوتر. فلقوا ان في الدي ان اي في بعض الحاجات لما بدخل شويه هيليكس مع بعض ممكن يعمل عمليات جمع او طرح او كده، فممكن نعمل بيولوجيكال كومبيوتنج. في ناس عملت حاجه ظريفه جدا اسمها هيومن بيس كومبيوتنج. قال لك طيب انا عندي كمبيوتر جامد وفي كذا بروسيسور، وفي ناس قاعده فاضيه على النت ما بتعملش حاجه غير انها بتقعد تقرا على فيسبوك وتشير شويه حاجات. قال لك طب ما انا استغل الناس دي ادي له حته كانه بيلعب جيم. انت تلعب اعمل جيم وده هيلعب جيم وده هيلعب جيم. الجيم ده عباره انت بتحل جزء من المشكله وانت مش عارف، والجزء الحل ده بيروح للكمبيوتر بيدخله كمان مع الاجزاء اللي الكمبيوتر نفسه بيحلها، فكان البني ادمين اللي عندهم شويه وقت والكمبيوتر بيشتركوا مع بعض في حل مشكله. ده برضو ممكن يبقى مفيد في بعض الاحيان. دي كلها لسه حاجات في المعامل وبيبرز بس، ما شوف يعني مش هتوصل للسوق قريب. طيب الناس بقى اللي عايزه تتعلم كمبيوتر اركيتكشر، في كتابين كلاسيك للكمبيوتر اركيتكشر في اللعبه كلها. بس قبل كده انت محتاج يبقى عندك فكره عن شويه حاجات. الليسته دي التصميم المنطقي لوجيك ديزاين، ده غالبا الناس اللي في كليات الهندسه بياخدوه في قسم كهرباء وقسم كمبيوتر وقسم هندسه طبيه. ممكن تقراه، ده سهل على فكره ودمه خفيف جدا. محتاج شويه قسم كهرباء، خد لك كورس الكترونكس او كورس دي ال اس اي، او طبعا كلمه خد لك كورس دي مش معناها في الجامعه، انت ما تقدرش تختار لو انت من بره الحكايه دي كلها، او لو انت في كليه حاسبات ما بيدوش الحاجات دي. سهل قوي تجيب من على كورسيرا، من على اي دي اكس، يعني الحاجات كلها موجوده اونلاين. ديسكريت ماث انت محتاج شويه ماثيماتكس. الالجوريزم ده الجماعه بتوع الكمبيوتر ساينس ده هتلاقيها موجوده في كتاب، في كتب كلاسيكيات في موضوع الالجوريزم. محتاج تعرف شويه الاوبريتنج سيستم شغال ازاي. وبعدين محتاج لغه برمجه، لانه احنا علشان نعمل تصميم جديد للكمبيوتر ساعات بنستخدم باغلب الوقت اكشلي بنستخدم سيميليتور محاكاه، ده بيبقى مكتوب ببرنامج. ساعات لما عايز تحط فكرتك الجديده محتاج ان انت تعدل شويه في السيميليتور ده، فده محتاج تعرف اللغه. عاده بتستخدم سي او سي بلس بلس، ما بنستخدمش اللغات اللي فوق قوي اللي زي جافا مثلا والحاجات اللي دي لانها بطيئه، احنا يهمنا هنا السرعه. طيب دول الكتابين اللي احنا بنقول ان هم كلاسيك للكمبيوتر اركتكتشر. ابتدي بالشمال وبعدين اليمين. عادة الشمال بيبقى للاندر جراد واليمين الاثنين من نفس المؤلفين جون هينسي وديفيد باترسون، عشان كده الكتاب اللي على اليمين بنسميه بكتاب بتاع باترسون وهينسي، والكتاب اللي على الشمال بنسميه بتاع هينسي وباترسون. ديفيد باترسون ده بروفيسور في كمبيوتر ساينس في جامعه بيركلي، هيعتزل السنه دي، عاملين له حفله في مايو. جون هينسي هو حاليا رئيس جامعه ستانفورد. الكتاب ده انا درست منه، انا كنت على الطبعه الثانيه لما انا كنت بدرس، لما انا كنت طالب، ودلوقتي وصل للطبعه الخامسه. طيب خلينا نبص بقى جوه عندنا في مصر شويه. لما بتيجي سيره الكمبيوتر اركتكشر، انا اولا واجهت مصاعب كتيره وانا في الجامعه في مصر. انا خريج هندسه القاهره، عملت البكالوريوس والماجستير في مصر. الناس لما بقول كمبيوتر اركتكشر، الناس تقول انت هتعمل بيها ايه في مصر؟ ده ما فيش شغل في مصر في الحكايه دي، ده ما فيش حد مهتم، وما لقيتش حد يشرف عليا لا مشروع تخرج ولا ماجستير في موضوع الكمبيوتر اركتكشر، فاضطريت اعمل في حاجه ثانيه. يعني انا من سنه ثانيه في الجامعه مع اول كورس خدناه في الكمبيوتر اورجانيزيشن، انا وعجبت الفيلد ده وما زال معايا لغايه دلوقتي. وبعدين لما تطلع للسوق يقول لك احنا عندنا، احنا مش اغنياء، احنا ما عندناش مصانع ان احنا نصنع ومش نصنع والكلام ده كله. هقول لك حاجه، الكمبيوتر اركيتكتشر زي ما المفروض ما تكون انت عرفت دلوقتي، انت بتصمم بس، يعني بتعمل تصميم زي المهندس المعماري. خد بالك شركه زي اي ام دي وانفيديا اللي بتعمل اغلب الجرافيكس كارد، وارم اللي هي بتشغل اغلب التابلتس اللي عند سيادتك، دول كلهم ما عندهمش مصانع، دول كلهم بيعملوا التصميم بالظبط زي المهندس المعماري، دول كلهم مهندسين معماريين. فانت ممكن تعمل الحكايه دي، او تعمل شركه في مصر تعمل الحكايه دي وتبيتنت الشغل بتاعك، او تبعت الديزاين بتاعك لبره، او تعمل ابحاث بس حتى عنها وتنشر. في الاخر انت مش محتاج حاجه، محتاج اللابتوب بتاعك وشويه سيميليتورز، والسيميليتورز اللي احنا بنستخدمها في الفيلد ده ببلاش كلها. تمام؟ في حاجه ثانيه، انت ممكن بابسط الحاجات تبلد سوبر كمبيوتر في مصر. طب هتقول طب واحنا هنعمل ايه بالسوبر كمبيوتر في مصر دلوقتي؟
اديك امثله كتيره انت ممكن تعمل ايه بالسوبر كمبيوتر في مصر. اولا طبعا بالاضافه الى انه هيساعد ابحاث الناس اللي في مختلف الاقسام. الحاجه الثانيه لان مثلا الناس في البيولوجي مثلا ممكن ما يكونش عندهم معامل تكفي انهم يعملوا اللي هم عايزينه، فيقدر يستخدم سيميوليتورز على السوبر كمبيوتر. الحاجه الثانيه انت ممكن تستخدمه في تخطيط المدن، انت ممكن يحلل الترافيك اللي موجود في القاهره مثلا، يقول لك والله الشارع ده احنا لو غيرنا اتجاهه وخليناه بدل كده يبقى الناحيه الثانيه هيحصل انفراجه مروريه يعني. دي مثلا حاجه ثانيه. وفي حاجه اسمها the wisdom of the crowd، يعني مثلا انت عندك مشكله معينه اطرح السؤال ده على ناس كتير وجمع الاجابات بتاعتهم كلها، هتطلع بحل، الحل ده احسن من كل الاجابات اللي انت جمعتها. ده وبيستخدموه هنا في بعض المشاكل، فدي حاجه ممكن نستغلها. ممكن نعمل سوبر كمبيوتر محلي، هو ده اللي انا عايز اقوله. العمليه دي ما هياش صعبه زي ما هو يعني الناس فاكره. وبس وكده احنا يعني خدنا من كل بستان الزهره. طبعا ما نقدرش الناس نتعمق في اي حاجه. ده الإيميل بتاعي وده الصفحة بتاعتي اللي عايز أسئلة، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور محمد. يا فندم العفو. يعني حقيقي المحاضرة ممتعة جدا، يعني أنا as electronics engineering as a beginning and now as a physicist، يعني بجد أنا استفدت كتير. شكرا جزيلا لحضرتك. الله يحفظك. تمام خلاص ناخد الأسئلة. طيب هنبدأ من الآخر الأول. في سؤال بيقول how do we measure the smartness effectiveness of an architecture for example for technology we can assess this as how many transistor we can have per millimeter so what about the computer architecture. طيب تمام. السؤال بيقول من يعني الاخر لو انا عملت تصميم جديد ازاي اقول ان التصميم ده كويس. هي نفس الليسته اللي احنا قلناها من شويه. الاول عن طريق السيميليتور انا عايز اعرف والله انت سرعتك هتبقى قد ايه، هتخلص لي كام انستراكشنز، هتاخد كام سايكلز علشان تخلص لي البرنامج ده. فدي سرعه. الحاجه الثانيه احنا السيميليتر ممكن ابوظ شويه حاجات، اقول والله انا عايز ابوظ الادر ده اشوف هل هيقدر يكتشف الحكايه دي ولا لا. الريلايبيلتي او ديزاين فور تستابيلتي، ان انا اعمل الديزاين بحيث ان انا اقدر اكتشف الغلطات بسهوله. وعندنا حاجه بتمجر الباور، اقدر اغير البرنامج ده او البرنامج ده اشغله في التصميم الجديد هيستهلك باور قد ايه، هل هو بالتصميم العادي اكتر منه او اقل. فالباور والسرعه والريلابيلتي السيميوليترز بتقيس الحاجات دي، طبعا بتقيسها على مستوى العالي مش على يعني كانها بتدينا الديزاين ان انا اقول ان الديزاين ده احسن من الديزاين ده. بعد كده في قياسات ادق طبعا لما بننزل تحت للالكترونكس وما تحته. تمام. طيب السؤال الثاني بيقول can you give a brief comparison between ARM versus Intel when it comes to architecture؟ انتل عايزه تحط تخلي الفيل يعمل يعني رجيم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انتل في الاول كانت بتعمل بروسيسورز جامده وسريعه وما بيهمهمش الباور قوي. ده فيل. انما دلوقتي بعد ما ابتدت ان احنا يبقى عندنا البورتبل ديفايسز والكلام ده كله، قال لك لا طب انا باخد حاجه زي البنتيوم 4 مثلا ابتدي اشيل منها شويه حاجات علشان اخليه ايه الباور بتاعه اقل. هي دي مش الطريقه الصح قوي ان احنا نبيلد مايكرو بروسيسور بيها. ارم اتبنت من الاول على اساس ان انا هعمل بروسيسور اهم حاجه فيه انه بيستهلك طاقه قليله مش السرعه. فدول حتتين مختلفتين، عشان كده 85% تقريبا من الماركت بتاع البورتابل ديفايسز السمارت فونز والتابلتس لارم مش لانتل. بس في نفس الوقت حاجه و80% من السوق بتاع التابلتس والسيرفرز انتل، فكل واحد بيبص في ماركت. طبعا بيحاولوا يعني يخبطوا في بعض شويه بس يعني في الاخر ده الاساس في الموضوع كله. تمام. طيب السؤال الثاني بيقول I want to learn more about Zoom 5 as a processor how to go through. To learn more about ايه؟ معلش ما سمعتش. انا مش عارفه ممكن اكون قراتها غلط. Zoom 5 او Xeon 5؟ Zoom 5. Zoom 5. اوكي. اوكي. زيون 5 ده كو بروسيسور انتل عملته. كو بروسيسور معناه انه ما ينفعش يشتغل لوحده، ما ينفعش تقول انا هشتري لابتوب على فيه زيون 5 بس، لان ده حاجه عامله زي كارت الجرافيكس، ما ينفعش تقول انا هشتري كمبيوتر فيه جرافيكس كارد بس، لازم يبقى فيه بروسيسور تاني، فيه بروسيسور اسمه زيون بس. ده بروسيسور عادي. الزيون
يون فاي ده فيه 50 بالظبط 52 بروسيسور جوه. ال 52 بروسيسور جوه دول معناه ان يقدروا يشغلوا 52 حاجه في نفس الوقت، يا 52 برنامج مختلف يا اما برنامج واحد انت مقصقصه لكذا حته يقدروا يشتغلوا ان بارلل. هو ده بالظبط. وطبعا انتل مديالك التولز السوفت وير تولز اللي تقدر تستخدم بيها الزيون فاي. هي الاسئله دي انا بشوفها هنا ولا انت بس اللي شايفاها؟ لا حضرتك المفروض تكون شايفها معايا في الكيو ان اي بوكس تحت. هو ما فيهمش غير خمس حاجات ولا واحده منهم من اللي انت قلتيهم لي. لا يبقى ممكن حد بعتها للهوست مش للاول بانلز. طيب ماشي مفيش مشاكل. طيب هكملهم لحضرتك. في سؤال تاني بيقول what's special about GPUs when it comes to deep neural learning and why they overperform CPUs؟ طيب تمام. بص هو من اكبر الاسامي في الـ النيورال الديب ليرنينج حاجه يعني convolutional network بالذات اللي هو يان لوكان. يان لوكان ده معايا في القسم. الجي بي يو لما تبص على الحاجات اللي فيها زي النيورال نتورك دي هتلاقي هي عباره عن ايه؟ عباره عن سنجل ثريد مالتيبل داتا. يعني انت عندك برنامج قصير جدا عايز تنفذه على كميه مهوله من الداتا من الارقام، وده بالظبط الطريقه اللي بيبقى شغاله بيها النيورال. تمام. الجي بي يو متصمم من جوه عباره عن ايه؟ هي عباره عن كميه مهوله جدا من حته هاردوير بتعمل حسابات، يعني يجمع يطرح مش عارف ايه وبس. فانت اول ما بتديها الحكايه دي تقول له انا عايزك تعمل الحسابات دي على كل الداتا دي، فهو عنده ميموري مليانه ارقام، وهو متصمم بحيث ان هو ياخد شويه الانستراكشن زون يعملهم ان بارلل كلهم على الارقام دي. فده بيبقى سريع. القصر العادي السي بي يو العادي مش معمول كده. السي بي يو العادي معمول ان هو ياخد شويه حاجات قليله انستراكشنز قليله ينفذهم على ارقام، وبعد كده ياخد انستراكشنز ثانيه وارقام ثانيه وهكذا. يعني معمول البرامج اللي فيها حسابات على ارقام كتير. عشان كده الجي بي يوز افيد كتير جدا، انتشر جامد جدا في ميني اوف ذا ساينتفك ابلكيشنز. لان هي الماتلاب نفسه، الماتلاب عباره عن ايه؟ كلمه ماتلاب يعني ماثيماتكس لايبرري. هو عباره عن ماتريكس كبيره وبنعمل عليها كل الحسابات دي. فالجي بي يوز بيبقى كويس قوي في الحكايه دي. تمام. السؤال الثاني بيقول is there any challenge limitation due to the instruction sets used؟ معلش ممكن معلش حضرتك تعيدي تاني. اوكي. Are there any challenges or limitations due to the instruction sets used؟ الحقيقه دي حاجه لعنه زي الزفت. سبب بسيط. دلوقتي خلينا ناخد شركه معينه انتل او ارم. هم بيستخدموا انستراكشن سيت معينه. الانستراكشن سيت دي اللي هي كلمه انستراكشن سيت يعني عشان المستمعين اللي مش عارفين هي مجموعه من الاوامر اللي البروسيسور ده يقدر يفهمها. تمام. فهم ما يقدروش علشان اقتصاديات السوق ان هو يشيل انستراكشن، يقول لك والله الكام انستراكشن دول خلاص ما عدناش بنستخدمهم، نشيلهم ونركب مكانهم انستراكشن جديده. لانه كده معناه ان البرامج القديمه اللي اتكتبت على كمبيوتر قديم مش هتشتغل. فانت مش ما فيش حد هيشتري بقى كمبيوتر جديد وتقول له لا ارمي السوفت وير اللي انت كنت شاريه علشان مش هيشتغل حتى لو الجديد ده اسرع. فالحاجه الوحيده ان هو بيضطر يزود انستراكشنز ما يقدرش يشيل. فطالما بيعمل حاجه زي دي انت في الاخر الكمبيوتر بيبقى محمل بكميه كبيره جدا من الانستراكشنز اغلبها غير مستخدم. فده بيخلي العمليه تبقى بطيئه. عارف يعني زي بالظبط ايه؟ زي القطاع العام كده عندنا. انت عندك 6 مليون موظف، انا سمعتهم بيقولوا في التلفزيون عندنا 6 مليون موظف بس هو الشغل كله محتاج مليون موظف بس، لكن انت ما تقدرش تمشي ال 5 مليون دول. فكده تبقى الورقه بدل ما محتاجه امضى بقت محتاجه امضتين. ده بيبطئ العمليه. هنا برضو نفس الحكايه، ما تقدرش تشيل انستراكشن، تقدر تزود بس. تمام. السؤال اللي بعده بيقول what are the fields of computer architecture that an amateur can focus on? I mean to reach tangible results and benefits. What are ايه معلش الكلمه اللي بعده what are the fields of computer architecture that an amateur can focus on. هم الكتابين اللي انا اديت اللي موجودين في السلايد هنا دول يكفوا جدا انهم يوصلوك من ان انت ما انتش عارف حاجه خالص لغايه ان انت تبقى مستوى كويس. تمام. السؤال اللي بعده دكتور محمد ايه اهم المجالات والمؤتمرات المتعلقه بالمجال واللي اقدر اتابع منها كل جديد؟ طيب خلينا نتكلم على حاجه. الفيلد بتاع الكمبيوتر اركتكتشر المؤتمرات اهم من الجورنالز عكس يعني فيلد كتير قوي علميه. يعني لما لو لقيت حد كل في الكمبيوتر اركتكتشر اغلب الحاجات اللي هو نشرها في جورنالز تعرف ان الحاجات دي ضعيفه.
تمام. فالمؤتمرات هي اللي اجمل يعني. احنا بننشر في الجورنال الاول، وبعد ما البيبر تستوي زي ما بيقولوا نبعتها مؤتمر بقى، عكس الناس كلها يعني، عكس. ودي ليها سبب، انه الفيلد ده بيتحرك بسرعه جدا، والجورنال بتاخد على الاقل سنه او سنتين عقبال ما العمليه بتتنشر، فكده تبقى الحاجات بقت اوبسوليت. ده اولا. نيجي بقى للمؤتمرات، في 8 مؤتمرات كويسين والباقيين كلهم وقيع. اسمع بقى الاسامي: ICCD International Computers Conference Design، International Conference in Computer Design، ده واحد. ISCA International Symposium in Computer Architecture، MICRO International Micro Architecture Symposium، عندك IPDPS عن Parallel and Distributed Systems، عندك HPCA International High Performance Computer Architecture، عندك استنى دي اسبلوس اركتكتشر سبورت فور بروجرامنج لانجويج اند اوبريتنج سيستم. والمؤتمر ده بالذات بيوري لك ازاي السوفت وير والهارد وير بيتكلموا مع بعض كويس. كل المؤتمرات اللي احنا قلنا اساميها دي فاندد بالاي تريبل اي والاي سي ام. تمام. السؤال اللي بعده بيقول ما المقصود، لا معلش، السؤال اللي بعده بيقول Does integrated photonics have a trend as a new technology in computer architecture and what about more than more؟ اوكي طيب. بالنسبه للموضوع بتاع الفايبر اوبتكس، اوريدي اي بي ام عملت ماذر بوردز، الحاجات متوصله بيها عن طريق الفايبر اوبتكس. في شويه تجارب وفي بيبرز كتيره ظهرت اكشوالي ان احنا نستخدم ليزر بيمز جوه البروسيسور نفسه عشان نوصل الكورز والكاش ميموريز وكده، بس في مشكله صغيره. اولا الليزر طبعا احسن كتير من الكابر اللي احنا من السلوك العاديه، لان انت ممكن من الليزر تعمل اي انتر كونكشن انت عايزه. بس مشكله الحكايه دي ايه؟ ان الكورز نفسها او السي بي يوز والميموري دي شغاله بالكهرباء. الليزر ده ليزر بيم، الفايبر اوبتكس ده ليزر بيم، فانت محتاج ترانسفورمرز يحول لك من الليزر للالكتريسيتي وبالعكس. الترانسفورمر ده مشكلته انه كبير في الحجم وبطيء، لغايه لما يحلوا المشكله دي بنستخدم الفايبر اوبتكس بره بس مش جوه الشيب. بالنسبه بقى لمور ذان مور، هي دي اللي احنا قلنا احنا محتاجين الناس بتوع الفيزيكس يساعدونا، لانه بعد شويه خلاص مش هينفع. احنا يعني احنا دلوقتي في 14 نانو تكنولوجي، اي بي ام طلعت بروتوتايب 7 نانو تكنولوجي، مش هنقدر نوصل لخمسه. في 7 بس ده بروتوتايب مش هينزل السوق لانه غالي جدا. ونزل في يعني عملوا عليه باز كده كتير، بس يعني قالوا ذيس از جاست بروتوتايب، لانه هيبقى غالي جدا ان هو يتصنع. So we cannot proceed like this. خلاص العملية خلصت، فاحنا محتاجين دلوقتي يا اما نبص على اوتوماتا بروسيسنج، نبص على النيورومورفيك تشيبس اللي ابتدت تبقى فيري هوت توبيك دلوقتي، ان احنا نستخدم البرين انسبايرد ماشينز. كل ده احنا بنحاول باستخدام ان من غير ما نصغر الترانزستور، دي طريقه ثانيه خالص لتصنيع. بس في نفس الوقت لو جالنا بريك ثرو من الاخوه في الفيزيكس طبعا ده هيساعد جامد. تمام. Could you please give an example of human-based computing? Does serious games could work for that? هو في واحد صديقي استاذ في جامعه كولومبيا كان عمل تجربه صغيره، قال لك الكتابه ان بارلل، اكتب برنامج ان بارلل ده صعب. قال لك طيب انا هدي بروبلم صغيره عايزين نكتبها ان بارلل، وهخلي الناس بره يعني في اي حته يبعت لكل البيلنج ليست مش عارف ايه، يا جماعه خشوا على السوفت وير ده واكتبوا، ويحاول يجمع الحدود بتاعت الناس دي في حل معين. ده زي ده بالظبط زي الويزدم اوف ذا كلاود. الفكره كلها انه ايه هي المشاكل اللي انت عايز البني ادمين يحلها، بس انت ما تقدرش تقول لواحد بني ادم والله خش حل لي الحته دي من المشكله، لانه مش هيعمل الكلام ده. الناس تبقى داخله على الكمبيوتر عايزه تلعب، فانت لازم تحطها له بشكل جيم. ففي حاجات كتير، وفي اوريدي ناس عملت شغل ان هو يديك جيم وجيم مسلي، بس انت اكشلي بتحل مشكله في البيولوجي مثلا. فايتيز ذات الجيم ديفلوبمنت هنا في شغل كتير، ده محتاج ناس من مش بس بتوع جيم ديفلوبرز يعني بتوع بيور سوفت وير، محتاج اركتكت، ومحتاج ناس بتوع سايكولوجي، محتاج ناس بتوع هاي برفورمانس كومبيوتنج، ان ازاي يقدر يجمع بعد كده الحلول الصغيره دي مع بعض عشان يوصل للحل الكبير. تمام. في سؤال بيقول how can medical students participate in new fields like biological computers? How can medical students participate in new fields like biological computers?
بيولوجيكال كمبيوترز مشكلتها ان هي لسه فيري فار، يعني انا ما اعرفش غير معملين بس في العالم شغالين فيها، لان هي اولا محتاجه فلوس كتير، فيري فار ان ذا فيوتشر، يعني لسه محتاجه شويه بريك ثرو. فانت انت يعني لو عملت جوجل على بيولوجيكال هيطلع لك معملين، واحد في يوروب ومتهيأ لي حاجه في هارفارد هنا اذا لم تخلني الذاكره، غير كده العمليه هتبقى صعبه جدا، لان كميه الاكويبمنتس اللي محتاجه اللي محتاجها في زي ده مش يعني مش موجوده. بس انت لو انت ميديكال يبقى انت انت محتاج الاول تدرس اللوجيك اللي هي prerequisites اللي موجوده في السلايد اللي احنا حطيناها قبل ما تخش في كلمه كومبيوتنج. انت هتبقى كويس في البيولوجيكال بس كومبيوتنج محتاج السلايد دي، تمام؟ والله اعلم. صحيح. طيب السؤال اللي بعده بيقول: ما المقصود بتصميم كمبيوتر او كمبيوتر خارق، وهل يمكن لفرد واحد القيام بذلك؟ بص، كلمة كمبيوتر خارج دي يعني ما بنتكلمش على سوبر مان ولا حاجة، يعني هو اسمه سوبر كمبيوتر. زمان كانوا بيسموه مين فريم، بس بعد كده لقوا ان الاسم ده ما بيبيعش فقال لك نسميه سوبر كمبيوتر. سوبر كمبيوتر ده معناه انه كمبيوتر فيه عدد كبير جدا، كذا الف من البروسيسورز من الشيبس، كل شيب من دول ممكن يكون مالتي كور، ممكن يكون جي بي يوز متوصلين ببعض بنتورك معينة، بيبقى متصمم لحاجة من اتنين. لا، متصمم الحاجه الاولانيه ان هو يحل مشاكل محتاجه حسابات معقده وشديده جدا في وقت سريع، زي بالظبط ان انا بحلل مثلا الاورجانيك كيمستري في يعني مثلا دي شو لابز في نيويورك هنا بتعمل سوبر كمبيوتر عشان يساعد شركه فايزر انهم يكتشفوا ادويه جديده، ده محتاج سيميوليشن عشان تقعد تجرب على العيانين من الاول كده، فانت محتاج فده بيعمل الحكايه دي، او ان الويذر فوركاست عشان تشوف الويذر، او نيوكليير سيموليشنز، الحاجات دي كلها محتاجه سوبر كمبيوتر، عايز يعني حسابات شديده ومعقده. النوع الثاني ان انت عايز تخدم ناس كتير في نفس الوقت، مش بقى تطلع النتيجه بسرعه، لا تخدم ناس كتير. ده بدل ما بنسميه بقى سوبر كمبيوتر بنسميه داتا سنتر، ده اللي بيستخدمه بالظبط جوجل وتويتر وفيس تايم سوري فيسبوك والكلام ده، لان انت في مليون كذا مليون واحد داخلين في نفس الوقت، فانت عايز ترد عليهم كلهم بسرعه، ده بيبقى الداتا سنتر. في مصر احنا ممكن نعمل اشكال من الحاجات دي وصناعه محليه، مش قصدي ان احنا هنصنع بروسيسورز في مصر، لا، انت عندك كومبوننتس في مصر، ممكن تاخد لابتوبس ديسك توبس قديمه وتوصلهم، يعني ممكن نعمل الحاجات دي بسهوله، العمليه ما هياش سحر. ولو انت بصيت على التوب 500 سوبر كمبيوترز في العالم، في ويب سايت اسمه top500.org، ده الليسته دي بيابديتوها كل 6 اشهر، هتلاقي كان لغايه المره اللي فاتت كان اسرع حاجه في الصين مثلا، مع ان هم ما عملوش سحر، يعني مش حاجه متقدمه، انت بس بتجيب حاجات كتير وازاي تعرف توصلها ببعض وتعمل لها السوفت وير بتاعها، وطبعا هتكتب سوفت وير للحاجات دي بباراليل بروجرامينج. فاحنا محتاجين طقم سوفت وير بتاع بارال بروجرامرز في مصر، وبالتالي احنا الناس في مصر كويسه في يعني في السوفت وير، ومحتاج طقم هارد وير يبني لك الداتا سنتر او السوبر كمبيوتر ده في مصر، which is not very hard by the way. تمام. السؤال اللي بعده بيقول: what would you please recommend a book for studying GPUs؟ بص انا هقول لك حاجه، لو انا حط السلايد اللي قدامنا دي فيها الصفحه بتاعتي، الصفحه بتاعتي فيها لينك للكورسات اللي انا درستها، منهم كورس عن الجي بي يوز. لو دخلت على الصفحه دي، انا بصمم ان انا اخلي الكورسات بتاعتي كلها بره، يعني مش جوه السيرفر بتاع الجامعه يعني، فهتلاقي كل السلايدز موجوده واسم الكتاب اللي انا برشحه، كذا كتاب انا برشحهم، فممكن تبص فيها وبعدين تقولي لو انت محتاج اسئله. تمام. في حد بيسأل: what is the difference between computer organization and computer architecture؟ ده سؤال حلو، لان عادة الناس كلها بتستخدمهم بالعكس. الكمبيوتر اركيتكتشر معناها ان انا لو انا بكتب بالاسمبلي انا شايف المكنه ازاي، يعني انا شايفها هل هي عباره عن كذا كور، طب وايه الانستراكشنز اللي الكورز دي بتفهمها بتوصلها ازاي وما اعرفش ايه كام. كلمه كمبيوتر اورجانيزيشن يعني المكنه حقيقه عباره عن ايه، يعني انا في الاركتكتشر انا بكتب الاسمبلي انا شايف ان في ليتس سي 16 ريجسترز جوه الكور زي الاي 7 اللي موجود، لكن انت اكشولي لو بصيت جوه المكنه هتلاقي فيها اكتر من كده بكتير، ان انت بتبقى ساعات عامل حاجات بزياده فور ريلابيلتي، عامل حاجات علشان الانترنال وركينج مش ظاهره للبروجرامر ولا للاسمبلي. من الاخر كده الكمبيوتر اركتكتشر هو الهاردوير as seen by an assembly programmer. الكمبيوتر organization is the real hardware. تمام.
From a historical perspective, would you reflect on the role of wars in speeding up countries' development? للأسف الشديد. حاجتين بس هما اللي بيخلوا العلم يتقدم في العصر اللي احنا فيه ده. الفضاء، استكشاف الفضاء والحروب. ان استكشاف الفضاء لما ناسا ابتدى، يعني كل الحاجات اللي السيل فون ابتدت اكشوالي، مش حتى مش من اي تي ان تي، كان ناسا وال اسمه ايه ده المايكروويف اللي في المطابخ ده كان برضو من ناسا والكلام ده كله. لما انت الفيلم اللي احنا قلنا عليه اللي انا قلت اسمه غلط وحط صلاحه، اللي هو الايميتيشن جيم، الايميتيشن جيم بيوريك الان تيورينج اللي هو ساعد في عمل الانيجما، اللي هي المكنه اللي كانت كسرت التشفير بتاع الالمان. فده في حد ذاته كان جود كريبتوغرافي الجوريزم. وبعدين في نفس الوقت لو انت لاحظت ابتدى الاهتمام بالالكترونيك كمبيوترز في اثناء الحرب العالميه الثانيه، عشان كده اول الكترونيك كمبيوتر ظهر سنه 46 بعد انتهاء الحرب على طول. كانت الناس شغاله لان لاحظوا ان هم بيعملوا حسابات كتير عشان يعملوا القنبله الذريه والحاجات اللي زي دي، والصواريخ نفسها هتمشي بانهي ترافيك والكلام ده كله. فده بيديك الاحتياج، يعني عشان كده كان بيقول لك انه الحرب العالميه الاولى كانت هي الحرب بتاعه الكيميائيين، الحرب العالميه الثانيه كانت بالطيران، الحرب العالميه الثالثه هتبقى كومبيوتنج. عشان كده السايبر سيكيورتي دلوقتي حاجه مهمه جدا. Currently I'm computer science student. Is it worth reading in electronics and physics beside learning software, and is it going to be useful for me? Also I would like to know more about the history and hardware. Which book do you suggest to read? طيب زي ما احنا قلنا ده مفيد جدا ان انت لازم تقرا في الحاجات اللي حواليك، ده اولا. ثاني حاجه انت هتلاقي مثلا انه احسن السوفت وير في العالم، سوفت وير ديفلوبرز في العالم بيبقوا كويسين جدا في الاسمبلي، مع ان هم ما بيكتبوش اسمبلي، بس لو بصيت على برنامج اسمبلي تقدر تفهمه. ده هيديك فكره المكنه شغاله ازاي من جوه، فتقدر تتويك السوفت وير فوق تخليه يجيب بيتر بيرفورمانس. ومحتاج انت عشان تكتب بارلل كومبيوتنج، عشان تبقى كومبيتيتيف في الماركت تكتب سوفت وير بارلل، محتاج تعرف ديفرنت تايبس اوف بارلل هاردوير، يعني ايه الفرق ما بين المالتي كور وايه الفرق ما بين الجي بي يوز. هتكتب الجي بي يو بكودا مثلا او اوبن سي ال، هتكتب المالتي كور بانهي لغه وهكذا. ده كل ده محتاج نولج الهاردوير، ده هيدي لك ايدج عن البقيه. انت ممكن تشتغل سوفت وير من غير ما تبص على الهاردوير، بس مش هتبقى وورلد كلاس ثينج. عشان اديك فكره، في كتاب لذيذ اسمه ذا شو ستوبر. الكتاب ده مش كتاب علمي، هو بيحكي لك بس ازاي مايكروسوفت عملت الويندوز ان تي اللي هي بيزد عليها اغلب الويندوز اللي موجوده لغايه دلوقتي. التيم اللي جابوه ده كان من احسن التيمز اللي بيفهم في الهاردوير، عشان كده قدر يكتب سوفت وير كويس. بالنسبه بقى لليست كتب عشان تعرف تاريخ الكمبيوتنج، انا ممكن ابروفايد ليست، بس هحطها فين للاسف انا ما جاتش في مخي ان انا احطها في سلايد. طب عندك فكره انا ممكن احنا ممكن هنزود سلايد على السلايد على سلايد بتاعت حضرتك نحط فيها الليست، ولما نرفع الريكوردنج بتاع المحاضره والباوربوينت نرفعها ابديتد. طيب خلاص اوكي، يبقى انا هزود في الاخر خالص قبل الثانك يو دي لسته بشويه اسامي عن هيستوري اوف كومبيوتنج. تمام، وان شاء الله المحاضره كلها متسجله وهي والباوربوينت هيترفعوا قريب على موقع علماء مصر. اوكي تمام. طيب السؤال اللي بعده بيقول can you describe in brief the relationship between compiler and the ISA and how the same compiler can work regardless of the architecture. طيب جميل. احنا قلنا ان لما تكتب انت سوفت وير باي لغه كانت، اللغه دي ستيل انجلش، الكمبيوتر مش هيفهمها. فالكومبايلر بياخد اللغه دي بنسميها هاي ليفل لانجوج، البرنامج اللي مكتوب بيحوله لاسمبلي. اسمبلي ده ستيل ان انجلش برضه، بس الاوامر اللي موجوده الانستراكشنز اللي موجوده في الاسامي دي سوبر سيت من الانستراكشن سيت بتاع الهاردوير. ده يقول لنا ان الديزاين بتاع الكومبايلر من جوه، لو فتحت السوفت وير اللي هو اسمه كومبايلر ده هتلاقيه متقسم حتتين، حته لانجويج ديبندنت بتفهم اللغه اللي انت كاتب بيها، وحته ماشين ديبندنت بتفهم الهاردوير اللي هي هيشتغل عليه، علشان كده بيعرف يجنريت الاسامبلي كويس ليها. فلو انت عايز تكتب
سي مثلا وتشغله على انتل هتستخدم كومبايلر، لكن لو هتستخدم تكتب سي عشان تشغله على ارم لازم تستخدم كومبايلر تاني مش نفس الكومبايلر. ده كده يعني 10,000 فيت فيو. شكرا جزيلا لحضرتك. سؤال تاني بيقول لحضرتك ممكن ترشح لنا ايه في برامج المحاكاة؟ هزودها للسلايد. بص في نوعين او اكشلي ثلاث انواع لبرامج السيميليتر، وعلى فكره بس انا بعمل تحذير صغير، كل برامج المحاكاه معموله للريسيرش، يعني لو كنتوا هتفتكروا ان انت هتلاقي شويه حاجات بقى الوان بقى وحاجات بتتحرك على الشاشه، لا كله كوماند لاين ومكتوب بالسي والشاشه هتبقى سودة اسود غطيس، لانه مش معموله فور جيم. يعني احنا اول حاجه بنعملها لما بنيجي نشتغل بنشيل بقى كل الالوان والكلام ده كله عشان مننا للمكنه على طول. ففي عندك ثلاث انواع من السيميليترز، واحد بيسيميليت المكنه كلها بما فيهم الكارت الايثرنت ومش عارف ايه، وبيسيميليتها تو ذا اكستند ان هو يقدر يبوت اوبريتنج سيستم بحاله. اوكي، من الاسم اسم واحد مشهور جدا منه جام 5، جام اللي هي الجي از ان جورج، اي اند ذن ام، وبعدين رقم 5. بعد كده عندك سوفت وير او سيميوليتر بيسيميوليت البروسيسور بس، ده من اشهر الحاجات اللي بيسيميوليت مالتي كور، واسمه مالتي تو سيم، مالتي ورقم 2 وسيم، كل دول ببلاش. في انواع بقى اللي بتسيميوليت الجي بي يوز، وده اشهر واحد فيهم اسمه جي بي جي بي يو سيم، جي بي جي بي يو، جي بي يعني جنرال بيربوس جي بي يوز سيم. انا حطيتهم كلهم على الشات. اوكي، هي جي بي جي بي يوسم كلمه واحده بس. اوكي تمام. لا هي جت برضو تاني، معلش. مش كده، ما هم سمعوا بقى خلاص. تمام اوكي. Is parallel programming used in practical embedded applications as it's used in desktop؟ البارلل كومبيوتنج از يوز افري وير، من اول السيلفون اللي مع سيادتك مرورا بالتابلتس وانتهاء بالسوبر كمبيوترز، ما عادش في اي بيس اوف سوفت وير انت اشتريتها في السنتين اللي فاتوا مش فارقه. تمام. طيب السؤال الجاي، حد بيسال انا شغال في شركه حديد عز وبعمل ماجستير في الانتاج من كليه تعليم صناعي جامعه السويس، ولسه بدور على موضوع اعمل فيه الرساله، تنصحني اختار موضوع ايه خصوصا اني مهتم ببرامج التصميم والجرافيكس؟ ما هو التصميم والجرافيكس دي انت بتتكلم فوق خالص عند السوفت وير، يعني انت مش هتحتاج هارد وير هنا، فدي هبقى انا غالبا الشخص الغلط اللي ممكن يرد على يعني على السؤال ده. يعني اي حاجه ليها علاقه بالابلكيشن سوفت وير براي خالص، انا من اول الاوبريتنج سيستم وانت نازل. طيب كده الاسئله عندي خلصت، هل في حد عايز يسال اي سؤال تاني قبل ما نقفل المحاضره؟ اوكي، حد بيسأل بيقول are there any communities governmental or NGOs dedicated for the field here in Egypt in case I want to get any theoretical or technical support؟ لا بس احنا ممكن نعمل الحكايه دي لو انتوا انترستد. يعني انا بنزل مصر مرتين في السنه، مجموعهم حوالي شهرين لشهرين ونص، ممكن نعمل حاجه كده. في ناس كتير في مصر انترستد او بيشتغلوا في الكمبيوتر اركيتكشر، بس ما فيش انتيتي معينه مجمعاهم خالص. تمام. في سؤال لحضرتك، when is the next course webinar from Dr. زهران؟ الله اعلم بقى. يعني ربنا يسهل. تمام. في حد بيقول VLSI Egypt has also recommended syllabus for computer architecture track للناس برضو اللي كانت بتسأل. طب كويس. يعني الفي ال اس اي دول من الناس المهمين اللي احنا بنتكلم معاهم، وهو جامعه الاركتكشر بيتكلموا مع الالكترونكس والفي ال اس اي تحت، ويتكلموا مع الاوبريتنج سيستم فوق. تمام. هم الحقيقه انا عارفه عن الفي ال اس اي كوميونتي ان هم ما شاء الله مهتمين قوي بال ان هم يابديتوا السيلبسز على طول، وبينزلوا كورسز تريننجز لطلبه الكترونكس وكمبيوتر انجينير في مصر. مش ماجد غنيمه صح؟ بالظبط، دكتور ماجد غنيمه. ما انا موجود على جروب ده في فيسبوك. تمام. طيب هو انا كده ما عنديش اي اسئله تانية، بس كنت حابه اقول لحضرتك ان في حد من الاودينس عطل حضرتك كلاب، كان بيسقف لحضرتك وحضرتك بتتكلم. تمام. ميرسي جدا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور زهران على الويبنار الممتع جدا، وشكرا جزيلا لكل الحضور اللي حضروا معانا وكانوا
فعلا من الاول للاخر، وهم بيسمعوا وانتراكتيف جدا وبيشاركوا باسئله مهمه طول الويبنار وفي الاخر. فشكرا جزيلا لحضراتكم، وان شاء الله نشوفكم في ويبنار جاي لدكتور زهران. السلام وشكرا عليكم. ليك انت. وعليكم السلام. شكرا لحضرتك، انا حقيقي استفدت. ميرسي جدا. شكرا لحضرتك، السلام عليكم. وعليكم السلام.